السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة أي قضية في الدنيا أي قضية أمام أي محكمة في الدنيا هي عبارة عن شكل وموضوع بمعنى أنه الشكل والإجراء لا يقل أهمية عن الموضوع ذاته وعن المحتوى نفسه لما بتروح محكمة فيقولك يعني قبل الطعن من حيث الشكل ومن حيث المضمون بقى ومن حيث يعني موضوع. من حيث الموضوع تم رفضه تم قبوله انما لو رفض من حيث الشكل خلاص مش هتناقش الموضوع بعض وربما كثير من القضايا حتى الجنائي منها ما ينتهي الى بطلان نتيجه مشكل في الشكل نتيجه خطا في الاجراءات فالشكل جزء من صناعه مهمه جدا لاحكام المنطق والعقل والعدل وكل شيء. وفي السياسه الشكل لا يقل اهميه في حقيقه الامر عن المضمون. وعشان كده هتلاقي دول كثيره مهتمه بالديكور ونقعد نقول دي ده عاملين ديكور ديمقراطي، ده عاملين ديكور سياسي، ده عاملين ديكور ايوه لان الديكور مهم ولانه الشكل مهم. فممكن يبقى عندك شكل وما عندكش مضمون وموضوع صحيح وممكن يبقى عندك شكل وموضوع لكن الاهتمام بالشكل في حد ذاته امر طبيعي ومنطقي وبقول لك حتى حتى في اعتى الدول اللي ممكن تديرها الاموال ولوبيات الفساد ومش عارف ايه مهتمين بالشكل لازم يظهروا شكل ما علشان يبقى ده الوجهه والشكل في اداره البلاد ده في السياسة حتى في الاقتصاد نفس الموضوع بالتأكيد حتى في الحياة الإدارية اليومية العادية لازم يستف لك الورق لازم الورق يعني عشان بقى نبقى ماشيين مظبوط لازم انت كده تكون مقدم الطلب ده قبل شهر فات واحنا نكون وافقنا عليه من شهر فيبقى كده انت من حيث الشكل استوفيت المطلوب شوف من حيث الشكل من حيث الشكل في مشكله في الواقع المصري الان وقد قبلنا بان في مشكله في الموضوع لكن كمان في مشكله في الشكل زمان كان طول الوقت كان في حرص من الدوله المصريه على تستيف الورق يعني واهتمام كبير بالشكل بس يبقى مظبطين الشكل مظبطين مش مهم الموضوع الموضوع هو هو يعني ما اتغيرش من سبعين سنه لكن الشكل بس يتظبط يبدو انه حتى في مشكله في الشكل محتاجين حتى يعني ما بقاش نندهش في المضمون ولا المحتوى احنا يعني محتاجين ان احنا نعيد الاعتبار للشكل <تصفيق> <تصفيق> يعني بقول الكلام ده ليه؟ من غير ما الشكل ولا الموضوع يزعل حد يعني احنا احنا بنحاول ننور بعض ونتناقش للخير وللتقدم يعني من غير ما نستفز حد ولا نثير اعصاب حد لكن نثير عقل حد يا يعني ريت الحد يبقى حدود يبقى كتير يعني مجموع الحكومه المصريه مشكوره منذ اسابيع بتعلن طول الوقت عن حوارات تجريها الحكومه المصريه وده امر يستحق الشكر على فكره، امر ليس ب يعني من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، لازم نمد حبال وجسور الشكر والمدح كمان لهذه النوايا الطيبه ولهذه العزومات الكريمه والدعوات المحترمه اللي بتتمد من الحكومه الى المجتمع ب يعني اختلاف اطيافه. واللي على اساسها كان رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي في مطلع هذا الشهر كان بيتكلم على تنفيذ مشروع بحثي متكامل لصياغه السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمه للتعامل الاقتصادي المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي، واطلق هذه الورش مشروع بحثي انه الحكومه تدير حوارات مع اطراف واطياف من المجتمع المصري بمسؤوليه بخبرائه برجال اعماله بمتخصصيه وربما يعني ال 12 موضوع اللي انطرحوا دول شفنا بعد كده تفصيلا نقاشات حولها حوارات عبرها وقبل كده كمان وزير الماليه كان قال انه اطلاق حوار مجتمعي كان ده في 23 يناير حول الموازنة الجديدة وقال انه احنا هنعمل ست جلسات نقاشية مع اتحادات الصناعات، الغرف التجارية، المستثمرين، شباب الأعمال، نواب البرلمان، ممثلي المرأة، ذوي الهمم، عشان نسمع آراء أهل الفكر من خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعة ومراكز البحوث ورموز الإعلام. كلام محترم يعني وجرى بعضه وجرت يعني بعض المياه في النهر. مثلا في 17 فبراير 19 خبير على راسهم وزير الزراعه السابقان ومسؤولون عن الجهات الحكوميه وشركات الاستثمار الزراعي وعدد من اعضاء مجلس النواب واساتذه الجامعه والمراكز البحثيه اتناقشوا في قضايا قطاع الزراعه. النهارده مثلا بنشوف برضو بيان من مجلس الوزراء والمكتب الاعلامي بحضور نواب برلمان ومستثمرين ومصرفيين وتنفيذيين بناقش سبل مركز المعلومات سبل تعزيز الموارد من النقد الاجنبي في اطار مشروع بحثي متكامل اللي كان اطلقه السيد رئيس الوزراء وانه الكلام ده حصل امس الثلاثاء يبقى كده اول امس يعني ورشه العمل السابعه في اطار الاعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغه السيناريوهات اللازمه وكان الكلام عن توفير العمله الصعبه وتعزيز موارد من النقد الاجنبي. بنلاقي النهارده بقى ايضا في نشاط طيب وكريم من مجلس الوزراء بيعلن مجلس الوزراء عن تدشين منصه المشاركه الاجتماعيه او المجتمعيه حوار كاكبر قناه اتصال بين الحكومه والمواطنين. اطلاق منصة حوار جاء بعد الانتهاء من دراسة افضل عشر تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الالكترونية المنصة دي تستهدف رصد اراء ومقترحات مجتمع الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها ولها ست اقسام ومحتفى طبعا باطلاق هذه المنصة ودعوه للمصريين خبراءهم ويعني ومتحمسيهم ومتخصصيهم للدخول في حوار عبر هذه المنصه لنقاش والنقاش ده بدا تقريبا زي ما كاتب البيان او قال البيان من 8 ديسمبر. اذا اهو عندنا حكومه مصريه بتقول ان انا مهتمه جدا بالحوار وبالنقاش وبعمل تصورات وسياسات واستراتيجيات بحوارات مع المتخصصين والمفكرين والاسماء المهتمه والمعنيه بشؤون بلدها. من حيث الشكل يستحق الامر الشكر. من حيث الشكل الكلام ده كله غلط. من حيث الشكل بمعنى خليني اتوقف هنا عند نقطتين مهمين مع تحيه حقيقيه لهذه الحوارات لكن ومع تحبيز وتحفيز ان حوارات تستمر انا مش ضدها خالص لكن من حيث الشكل دي مش شغلانه الحكومه ولا مهمتها ولا مسؤوليتها اصلا واخشى ان انا اقول ان كمان ده التوجه يعني جند الله في المعركه الغلط يعني ده توجه طيب وحماسي وممتاز في اتجاه مش سليم مش صحيح مش مش شغله الحكومه يعني ايه مش شغله الحكومه؟ إدارة حوار بين الحكومة والمجتمع في كل الدنيا في كل الدنيا قايم على البرلمان والإعلام الحر قايم على مؤسسات المجتمع المدني مش حوار في غرف ولا ندوات ولا بيضعوا بعض للنقاش ده برلمان بيمارس رقابة على الحكومة ومناقشة مع الحكومة وطرح أفكار وآراء ومواقف الشعب على الحكومة ومحاسبة الحكومة على ما تفعله أو تشريع مشارك للحكومة في قوانين تطلعها لما أقول إن الحكومة بتدعو نواف البرلمان وتدعو خبراء مختصين وتدعو إلى إيه النقاش تشكر لكن ده خارج الشكل الشكل الديمقراطي بتكلم عن الشكل احنا مش مهتمين بالمضمون خلاص اهو ده بس عشان من حيث الشكل لو عايزين نستوفي الشكل فالشكل في البرلمان الشكل في الاعلام مش في غرف مجلس الوزراء اطلاقا ولما اقول انه في حوار داخلي دائر ده دا معناه انه في مشكله في حوار خارجي مش دائر مش موجود اصلا مغيب لما المشرع عمل في الدستور حتى بعد تعديلاته لما آه قال ان الحكومة تشارك في وضع السياسة العامة للدولة كان في المشرع كان لو احنا رجعنا لجنة الخمسين اللي هم شرعوا او حتى لجنة العشرة اللي هي عملت المشروع الاولي يعني ولو رجعنا للجلسات وبالمناسبة جلسات وضع الدستور بمثابة وثيقة لتفسيره ما كانش في الذهن حكومة التكنوقراط والحكومة التنفيذية كان في الذهن الحكومة السياسية اللي جايبها حزب الأغلبية أو اللي طرحها أغلبية البرلمان لكن الحكومة التكنوقراط الحكومة التنفيذية يعني اللي هم مش سياسيين خبراء يعني تنفيذيين مش مهمتهم وضع السياسة مش شغلتهم وضع البرنامج البرنامج شغلة السياسي مش التنفيذي التنفيذي ينفذ فانا هنا بدي للتنفيذي مش بس تنفيذ السياسة ده وضع السياسة مش بس وضع السياسة ووضع الاستراتيجية بالنسبة انا في الشكل ده كل ده كلام في الشكل اللي مهتم بالموضوع ممكن يحول القناة اللي بعدي انما احنا بنتكلم مع بعضينا في الشكل القرار اللي بعدي ده القاهرة والناس اتنين عشان بس ما يبقاش ما يزعلش مني يا استاذ طارق نور <applause> فهنا واحنا بنتكلم في الشكل منحنا السلطه التنفيذيه الحكومه التنفيذيه وضع السياسه العامه اللي هي المفروض في ذهنيه المشرع وفي مقاصد التشريع ده مهمه الحكومه المنتخبه مش الحكومه المعينه مهمة الرئيس المنتخب مش الحكومة المعينة فلما أنا كحكومة حكومة سلطة تنفيذية أشارك في السياسة العامة يبقى الموضوع هنا من حيث الشكل مش مستوفي الشكل لأنه وضع السياسة ده مهمة المنتخب مش مهمة المعين ومهمة السياسي مش مهمة التنفيذي طيب الحاجة التانية اجراء الحوار الحوار اجراء حوار مع حكومه فيش اجراء حوار مع حكومه بمعنى ان الحكومه تستدعي ناس تجري معاها الحوار ده ممكن ده جلسات استشاره طبعا موجوده في كل الدنيا يعني وطبيعي انهم يسالوا هنا ويتكلموا هنا ويتناقشوا هنا انما مش ما مش دي دي السنه مش الفرض يعني الحكومه راحت تصلي السنه ونسيت تصلي الفرض اصلا يعني يا جماعه في صلاه ظهر قبل صلاه ركعتين السنه اللي بعده دي طبعا هو في جدل حوالين السنه القبليه والبعديه في الظهر تحديدا يعني لكن في سنه اتعملت شكرا لكن مع نسيان الفرض غريبه جدا ابويا الله يرحمه ناني الصبح واحنا صغيرين كده مراهقين كده بائم الصلاه صلاه الصبح لاخوات البنات الصبح يعني احنا عدي خلاص ما لحقناش الفجر فقال يعني بتتباهوا قوي دول كلكم بتصلوا جماعه صلاه قضا يعني ففعلا يعني التباهي بصلاه القضا ده الفرض فاتك اساسا فهو السنه ما فرحانين قوي بالسنه بينما الفرض ما بنعملوش ليه؟ مشكل الفرض الحقيقي هو الحوار عبر البرلمان وعبر الاعلام الحر والنقابات والاحزاب وجدل السياسي والنقاش السياسي وتطرح الافكار والاراء والاختلافات والنقاشات والصراعات والتنافسات وتطاحن الاراء والافكار والرقابه الشعبيه الواضحه والحره ده الفرض انما تعالوا نقعد نتناقش جوه مع الحكومة مع نفسها تشكر تشكر على سنتها على سنة أسنتها لكنها تعاتب وطبعا لو احنا في مجتمع آخر تحاسب على نسيان الفرض زايد ان النقطة كمان اضافية على هذا مع احترامي الحقيقي بجد بدون مبالغة ولا محاولة لي يعني تخفيف جرعة النقد احترام الشديد لما يدار في هذه الحوارات من نقاشات جادة ومحترمة ومتحمسة ولعلها تؤتي ثمارها لكن زي ما بقول لحضرتك كده جند الله في المعركة الغلط است... الاستمرار في الشكل ب... يعني است... الاستمرار في تجاهل الشكل آم يعني آم آم مؤرق مؤرق فعلا يعني ثم السؤال هنا نفسه طب هو فين برنامج الحكومة يعني احنا عارفين ان الحكومه لانها حكومه تنفيذيه مش حكومه حزب ولا ائتلاف حزبي ما عندهاش برنامج. يعني دي مش حكومه مستقبل وطن. اللي هو حزب الاغلبيه في البرلمان. فما اقدرش اقول ان ده برنامج مستقبل وطن. طيب امال هو ايه؟ فين البرنامج؟ ما عنديش برنامج انا للحكومه. انا عندي خطاب تكليف الرئيس بيدي للحكومه عباره عن بضعه صفحات فيها العناوين او ربما سطور فيها العناوين الاعلى اهتماما في القضايا التاليه في الفتره اللي بيكلف على اساسها رئيس مجلس الوزراء وحكومته انما الب... الحكومه نفسها ما عندهاش برنامج ولا هم طبعا دخلوا الانتخابات ببرنامج يبقى أنا بت... بتحاسب الحكومه على اي برنامج ما تعرفش طيب في نفس الوقت لما الحكومه تقول ده انا بغير في السياسات واعمل نقاشات عشان في السياسات ما انا يعني انا ما اعرفش البرنامج الاصلي ثم البرنامج الجديد اللي هو تغيير السياسات اللي بتعمليه ده المفروض تروحي بيه للبرلمان مش تروحي بيه للراي للجان يعني لانه ده بمثابه تغيير في السياسات طيب اساسا يعني ده برنامج جديد الحكومه المفروض يتعرض حين انتهائه يعني على البرلمان عشان نوافق عليه انما اللي موجود كل اللي موجود عباره عن نقاشات وحوارات لإجراءات جديدة ممتاز في السياق ده إيه علاقة ده كله بخطة 2030؟ مش في خطة عشرين 2030 الحكومة دي جاية عشان تنفذها؟ مش في خطة 2030 تم إقرارها؟ وبقت دي وثيقة 2030؟ فين كل اللي بيحصل ده من 2030؟ هل الحكومة ملزمة مش طبعا ملزمة عشان 30 ما كانت معمولة ليه؟ طب فين الإجراءات دي من عشرين 30 طب فين عشرين 30 نفسها؟ طب ليه ما حدش بيتكلم عنها؟ طب ليه مش ده البرنامج اللي احنا نحاسب على أساسه الحكومة؟ طب ليه مش ده البرنامج اللي الحكومة بتطرح أفكارها على المتخصصين اللي هي عايزة تتحاور معاهم عبره عبر هذا البرنامج لو عشرين تلاتين ده يقودنا الى حاجه مهمه للغايه وهي اننا توقفنا عن سماع اي خبر جديد حول الحوار الوطني اللي دعا اليه الرئيس في رمضان الماضي وكل سنه وانتم طيبين فاضل تقريبا 28 يوم على رمضان القادم فاحنا بمثابه سنه تقريبا كامله الا اسابيع يعني من دعوه الحوار الوطني الى ان حتى الان الحوار الوطني لم يتم التاجيلات المستمرة لأسباب بعضها وجيه وبعضها ليس كذلك للحوار الوطني ده بيفقد الحوار مصداقيته على فكره أو جديته واللي أنا فاهمه إن في في جدية في هذا الحوار أو اللي أنا أعتقد والذي أتمناه يعني أو أطمح إليه ورغم إن أنا لا يعني أغامر بوضع آمال كبيرة على الحوار الوطني الا انه في المحصله الجلسات التمهيديه المطوله والكثيفه والعميقه والممتده واللي استمرت شهور وشهور وشهور بقول لكم الدعوه نفسها يعني او شكل عام ان يمضي منذ اطلاق الدعوه فاذا بينا أصاد هذا التاجيل والموعد غير المحدد دائما والمؤجل دوما رغم وجود لجان واللجان عملت لجان واللجان عملت لجان والنقاشات حصلت جوه النقاشات والاجراءات حصلت جوه الاجراءات وطبعا مقدر جدا كل المسؤولين عن الحوار الوطني لما بيطلعوا بيقولوا كلام طيب وجميل وايجابي ويعني ومن قبيل ان الحوار متاجل عشان مزيد من التعميق ومزيد من التظبيط ومزيد من الجديه يعني اقدر هذا الكلام واضعه فوق راسي يعني لكن يعني كونه مقنع دي مساله محتاجه يعني يعني كرم شديد عشان حد يقول انه مقتنع بالكلام ده فإدارة الحوار مفترض انها تعلن بداية الحوار بشكل عملي ورسمي على الاقل لان المجتمع في حاجة الى هذا الحوار خصوصا انه اللي شايفينه حوار حكومة مع اطراف داخلها او اطراف تدعوها مش حكومة مش حوار مجتمع مع نفسه المفترض في الحوار الوطني من الدعوة الأولى له أنه حوار المجتمع مع نفسه حكومة ومعارضة أطياف وأطراف تيارات وتوجهات عقول وضمائر حوار مجتمع مع نفسه حوار وطني فلما لاي البلد تضع قدما وتعيد قدما تقدم رجلا وتؤخر رجلا لهذا الحوار الوطني يستدعي ان أنا ليه هو فيه واحنا مش عارفين نتحاور وطنيا مع بعض وايه اللي كل العوامل التاجيل اللي يعني كل شيء يعني معرض للتاجيل لكن الحوار الوطني هو بالذات على طول مؤجل كده يعني ما حصلش عوامل التاجيل ما اجلتش المؤتمر الاقتصادي ما اجلتش الحوارات اللي اطلقها السيد رئيس الوزراء ما اجلتش هي اجلت بس الحوار الوطني ثم يعني لا احد يضع يعني رهانات كبرى على الحوار الوطني ولا اظن صغرى انما هي فكره بس ان اجراء الحوار بذاته في ذاته شيء مهم انتوا آه عارفين لما بيحصل مؤتمر قمه مؤتمر القمه العربيه يقول لك القمه نجحت بانعقادها لمجرد انها انعقدت الحوار الوطني هينجح لمجرد انه انعقد والناس اتكلمت وفضفضت وقالت وباحت و... وتحاورت بصرف النظر عما يقول اليه الامر انعقاده في حد ذاته نجاح، ايه اللي نجاح فيه؟ نجاح انه في قدره على الحوار، في قدره على تحمل الاراء المختلفه والمغيرة في قدره على بناء الجسور مع الاراء المتناقضه والمختلفه والمتعارضه، في قدره على التعايش الحقيقي المحترم والمتحضر والحضاري بشده ما بين كل الاراء وكل التيارات وبين كل الـ 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 الافكار، ده شيء راقي جدا. ومهم للغاية ويرطب يرطب في المجتمع و ويضع مساحة طاقة للتفاؤل وللأمل مهمة خصوصا في ظل أزمة اقتصادية خانقة حتى لو مش مسموح بالتأوه فيها لكن فهي خانقة خانقة بصرف النظر يعني عن ردود فعل التأوه أو التوجع هي خانقة فلما يبقى في المخصلة اللحظه دي حوار ينفتح خصوصا انه مدعو اليه من عام حتى يعني ما نسيبش نفسنا ان يمر عام بدون ما يجري حوار يعني يبقى حتى يعني محتاجينها بقوه هذه الطاقه الايجابيه وهذه الطاقه التفاؤليه اللي تطرح في مجتمعاتنا دلوقتي وبقوه وده يعيدني مره اخرى الى اهميه قراءه التاريخ والاهتمام به بقوه والتوقف عند لحظات في تاريخ مصر تعلمنا وتشير الينا بالعبر وبالدروس وتضع لنا علامات مهمه للنقاش و و و وافكار جديره بالتداول ورؤى جديره باعاده النظر لانه حقيقه الامر انه زي ما قلت امبارح انه التوقف عن النقاش تجاربنا السابقة ادى الى ان احنا بنكرر اخطاءها ويعني نكاد نكون آآ آآ لم نتعرف عليها او لم نتعلم منها ابدا وعشان كده هتوقف هنا عند المحاضر آآ آآ الرئيس عبد الناصر مع مجلس الوزراء في المحاضر اللي جرت ما بعد سبعة وستين واللي يعني اشرفت على مراجعتها وعلى تحقيقها السيده الدكتوره هدى جمال عبد الناصر واللي نشرها الكاتب الصحفي الكبير استاذ مصطفى بكري في مجموعه من اجزاء اظن خمس اجزاء موجوده كلها بطريقة الحل ومطروحه للناس وقراءه المحاضر دي غايه في الاهميه وكلما قرأت شيئا فيها وكلما قرأت صفحه فيها تستفيد كمواطن كمصري كسياسي كمعني بالبلد كمعني بالتاريخ كمعني قبل اي حاجه بالمستقبل. وتحت عنوان الصمت القاتل تعالوا نقرا في محضر الاجتماع اللي جرى بتاريخ بتاريخ كام يا جماعه؟ 26 يوليو 1967 يعني بعد حوالي ثلاث اسابيع من نكسه يونيو من هزيمه عسكريه كبرى يعني عبد الناصر قال في الاجتماع فتحت موضوع في الجلسه اللي قبل اللي فاتت كان راس الموضوع الجبهه الداخليه. الجبهه الداخليه ده يعني المجتمع المصري من الداخل لانه في جبهه خارجيه اللي هي اللي هي الحدود مع العدو. ثم كانه احنا في حرب فيها جبهتين. الجبهه الخارجيه اللي يعني هي الجبهه الحدود مع العدو الجبهه الداخليه والمجتمع المحلي وما اتفتح الموضوع في الجلسه اللي فاتت كان راس الموضوع كيف نعمل كمجلس وزراء له قيمه وازاي الوزير تكون له قيمه وقلت لكم ان قيمه الوزير مش موجوده وايضا قيمه مجلس الوزراء مش موجوده سمعت كلام عن الجبهه الداخليه يعني ما كانش جديد لكن سمعت كلام عن الماضي وده اللي انا احب اعلق عليه يعني انتم وزراء ومسؤولين كبار ما جاتليش استقالة ابدا في السنين اللي فاتت ده عبد الناصر بيقول لمجلس وزرائه في الوزارة اللي هو تولاه هو بنفسه بعدين حسين الشافعي عضو مجلس قيادة الثورة واحد الضباط الاحرار ويعني احد الوزراء ايضا في الفترة في الفترة دي ثم فيما بعد هيبقى نائب رئيس الجمهوريه بعدين حسين الشافعي يتكلم عن الاسلوب، طبعا حسين الشافعي باعتباره واحد كبير وبي ويعلم حاجات عن خفايا انتم ما تعرفوهاش، كان لازم يوضح ايه هو الاسلوب، واتكلم امتى بقى عن الاسلوب؟ ده حسين الشافع قاعد قدامه انا الحقيقه كنت بعالج مشكله عويصه بتقابلني من سنين. ده جمال عبد الناصر، ان ما حدش بيتكلم، لا كبار ولا صغيرين. اعود واقرا مره اخرى ما قاله جمال عبد الناصر لاخلص خلصاء رجاله في مجلس الوزراء في يوليو 1967. انا الحقيقه كنت بعالج مشكله عويصه بتقابلني من سنين ان ما حدش بيتكلم لا كبار ولا صغيرين ما فيش واحد وانا كنت بحاول اجرجركم في الكلام في هذا الظرف عشان كل واحد يقول الحقيقه اللي في نفسه او في اللي في نفسه. عشان يبقى تقليد نمشي عليه في المستقبل وبدل ما تطلعوا تتكلموا بره تتكلموا هنا وده الواجب وده الاصول ان يكون مجلس الوزراء الحقيقه يعني في مجلس الوزراء يحترم نفسه ومع وزراء بيحترموا نفسهم واللي مش عاجبه السياسه يستقيل واذا قاعد يبقى مقصر في حق نفسه حقيقه ما حدش استقال من قبل ابدا ابدا هو لا احد يستقيل في مصر برضه عشان الامور تبقى واضحه وعبد الناصر بيقول اهو وممتد من 52 لا احد يستقيل بالنسبه للامور اللي اتقالت عن الماضي حسين الشافعي ما اتكلمش معاه عن الاسلوب وما اتقالش ايضا وما استقلش وما استقلش ايضا ازاي انا اشتغل مع الناس بالشكل ده انا عايز ناس تتكلم كل واحد يقول رايه واذا مش مقتنع بالراي يستقيل يقول انا رايي كذا ومصمم على راي الفلاني لكن انا كنت بشتغل مع ناس ما بتتكلمش طبعا مش عايز احكي لكم على الصراعات والحاجات اللي هي ممكن تعرفوا بعضها وبعضها تعرفوهاش لكن انا بقول الكلام ده عشان المستقبل اللي عنده رأي يقوله واللي مش منسجم مع المجموعة يستقيل احنا مش مجلس طالع من حزب سياسي عشان الكلام اللي قاله عصام حسونة هنا في المجلس ده عصام حسونة وزير العدل وقتها المستشار عصام حسونة متأسف ما اقدرش اخد تصويت لاني بعتبر في هذا اذا كان هذا المجلس طالع من حزب واحد كان ممكن اقول نصوت افرض صوتي طلع مع الاقليه طب نعمل ايه استقيل واقول ان انا مش موافق على قرارات المجلس كل دي عوامل لازم تحطوها في راسكم وأنتوا بتتكلموا في الموضوع تعرفوا نظامنا ايه ووضعنا ايه ما احناش انجلترا احنا برضو ثوره ما احناش مجلس وزراء طالع من حزب سياسي نتيجه انتخابات جماهيريه احنا بنتكلم عن جماهير مين هي جماهير الوزير مين هو الوزير في اي بلد خلي بالك الوزير في اي بلد على المبادئ اللي بنتكلم عليها هو اللي بينزل الانتخابات وبينجح واذا منجحش ما نجحش ما بياخدش وزير يبقى الوزير جاي فعلا من الشعب لو يجي الانتخابات فبيكون في حزب سياسي له تشكيل وله نظام معين طيب أم وانا مطلوب ان انا اشرح عبد الناصر بيكمل ويقول انا بعتبر من يوم تسعة النظام سقط جمال عبد الناصر بيقول انا بعتبر من يوم تسعة تسعة يونيو يعني يوم ما هو تنحى والنصير خرج وقالوا لا تتنحى بيقول ايه جمال عبد الناصر اصل المشكله دي انه حتى الناصريين اصدقائي واساتذتي واصدقاء عمري وحبايب قلبي وشركاء الحياه واصحاب فضل عليا ما عبد الناصر ما أروش تجارب عبد الناصر، ما قروش آراء عبد الناصر في نفسه وفي حكومته وفي نظامه. وبذلوا مجهود أو بعضهم على الأقل، بذلوا مجهود في يعني إنهم يشتغلوا محامين لموكل هو نفسه معترف. طيب أنا بعتبر من يوم تسعة النظام سقط. النظام الماضي كله سقط. اللي هو نظام يوليو نظام 52 وغير موافق حسين الشافعي ان المظاهرات اللي طلعت دي ثقه بالنظام ابدا مش موافق على الكلام ده خالص ما هياش ثقه بالنظام، ثقه بالنظام ايه؟ لو كانت ثقه بالنظام كان زكريا محي الدين مسك رئيس جمهوريه يعني لو الناس مصدقه ان النظام ده بتاع 52 نظام حقيقي قوي متماسك معبر عن الشعب آآ آآ يدافع عن مصالحه وسياساته يضع سياسات حقيقية محترمة يحاسب نفسه ويسائل نفسه كان يعني مشوا عبد الناصر وجابوا زكريا محي الدين اللي هو عبد الناصر طرحه كبديل له ليه؟ لأنه مش مهم الأشخاص طالما النظام قوي النظام واثقين في النظام فعبد الناصر بيقول هم مش واثقين في النظام خالص نظام ايه ده اللي فيه؟ ده نظام مهترئ لدرجة ان هم قالوا لا 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 انت هتمشي انا اعرفك انت لوحدك خليك قاعد حلها لانها مش مصدقين ولا مؤمنين بكل الهكس اللي فات ده مش وافقوا على كلامه ده خالص ما هي الثقة في النظام لو كانت ثقة بالنظام كان زكريا محي الدين نفسه مسك رئيس جمهورية زكريا محي الدين جزء من النظام وزكريا محي الدين استمرار للنظام انا بعتبر النظام سقط من يوم 9 يونيو واحنا اللي احنا بنبتديه ده بدايه جديده وعلى هذا الاساس انا ابتديت اتكلم معاكم على اساس البدايه الجديده وعلى هذا الاساس انا قلت لازم اشكل انا الوزاره وعلى هذا الاساس الحقيقه قلت اتكلم في الموضوع الاول وهو موضوع الجبهه الداخليه وحبيت اعرف منكم بدل ما اعرف من الجوابات ومن التقارير اللي إحنا كناس كبار قدامنا إيه؟ الواحد يقول رأيه أو يمشي، يقول رأيه رأي معين وإحنا هنبتدي في مجلس الوزراء نبحث حاجات ما كانتش بتتبحث. وأنا جاي لي وأنا جاي لي عصام مرة برضو السيد عصام حسونة وقال لي هل نتكلم في مجلس الوزراء ولا ما نتكلمش؟ حصل. قلت له ليه ما نتكلمش؟ اتكلم. افتحوا مواضيع. الوزير مسؤول عن الدولة كلها مش بس عن وزارته. الحقيقة النهاردة لما نقعد نتكلم عن اللي فات كل واحد فيكم غلطان انه قعد، كل اللي اتكلم عن اللي فات، اللي ما استقالش يبقى مقصر في حق بلده، مقصر في حق نفسه، طبعا عبد الناصر بيرى في نفسه انه فوفر عن نفسه هذا اللوم والعتاب، لانه والناس رجعوه، انما انتوا ما استقلتوش. ما استقلتوش ليا، ما قلتوش قلتوا لي ان انا غلطاه ان في غلط اصلا. ويبقى مشارك في اللي فات كله، اذا كان اخطاء 100% مشارك في فيها. بكل اسف يعني انا بشتغل بقالي 15 سنه الاستقالات اللي جات لي محدوده قوي يعني لكن ما فيش واحد جه قال لي انه مستقل ان في موضوع عام هو لا يوافق عليه وهناك وضع عام لا يوافق عليه وكان ممكن اي واحد يطلبني ويجي يتكلم معايا انا بقول ده ليه بقول ده عشان المستقبل هو بيقول لهم عشان المستقبل واظن ان الكلام واضح فيه قوي انه المستقبل اخباره ايه هنتكلم في مسائل عامه وهنتكلم في مواضيع وهنحاول نبني مجلس الوزراء وهنحاول آآ 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 نبني ونحاول نبني الوزراء نفسه طيب انا بدي احط قواعد انا والله كنت بقول عايز ناس تقول رايها عايز اشوف واحد يقول رايه او تنقطع رقبته واحد يقول رايه لو حتى هتنقطع رقبته يعني يبقى شجاع ومحترم يقول رايه ويختلف حتى لو النتيجه هتنقطع رقبته وانا اتكلمت مع الاخوان قبل الحرب طبعا الاخوان هنا يقصد الاخوه هو زمان كانوا يقولوش الاخوه يعني يقولوا الاخوان وقلت كفرت يعني مش عارف امشي قلت عايز اعمل في داخل الاتحاد الاشتراكي معارضه منظمه وحكومه يبقى في حكومه وفي معارضه مش هنقدر نعمل احزاب لكن كان الضيق ياخذني لان عارف ده يتكلم والمساوئ كل واحد يتكلم سكيتي لكن المهم ايه انتوا كمسؤولين ايه اللي يهمكم أنه ما يتنشرش في الجرايد ولكن ما يهمش وما يستصار وما يوصلش في مجلس الامه لا الجرايد ولا مجلس الامه بعد كده كل واحد يعمل اللي يعمله لا انا عايز معارضه عايز عمل سياسي انا قلت لاخواننا ويمكن منهم حسين على موضوع المعارضه عايز ناس تتكلم عايز ناس تنتقد عشان تمنع الاخرين انهم يتكلوا على ان محدش هيتكلم ومفيش جرايد هتتكلم كل واحد شطح في الحتة اللي هو فيها انتوا اتكلمتوا على الاتحاد الاشتراكي وهنتكلم بكرة برضو على الوزراء كل واحد فيك ديكتاتور في وزارته ديكتاتور مية في المية يعمل ما يعمل لا حسيب ولا رقيب وانا قلت الكلام ده قبل كده مرة يا سي سيد في مجلس الوزراء يقصد سيد مرعي ولا زلت بقول لغاية النهاردة كل واحد دكتور ديكتاتور في وزارته يعمل ما, ما يشاء وفيش حد يحاسب عبد الناصر بيقول انه عايز الناس تتكلم وعايز معارضه وعايز الناس تنتقد لانه النظام سقط لانه كل اللي كان بيعمله قبل سبعة 67 ثبت سيبك من المبادئ والاهداف العليا والقيم الساميه وال وان احنا ننحاز للفقراء وان احنا نبني اقتصادنا وكل الكلام الجميل ده الكلام الجميل ده كلام جميل لما بيتنفذ يبقى يخش جوه نظام سيستم السيستم وقع سقط فشل عبد الناصر حاول في حركه تصحيحيه اولى كده بنار الفرن وولعت الهزيمه كانت مسيطره انه يحاول اعاده البناء الحقيقه النظام اللي عبد الناصر متصور انه سقط في 9 يونيو كان اقوى من جمال عبد الناصر نفسه مستمر وهنا النقطه الاهم في العوده للحظة المركزيه بتاعت اعتراف جمال عبد الناصر وسياسات جمال عبد الناصر اللي هو زعيم كبير قوي وخالد جدا وكل حاجه لكن يصح ان حتى جمال عبد الناصر هو اول معارض لجمال عبد الناصر فيصح ان احنا نتامل السياسات اللي نتصور ان سياسات ناجحه عملها جمال عبد الناصر بينما جمال عبد الناصر نفسه هو اول من اعترف انها سياسات خاطئه. ينفع بقى ان احنا واحنا بنتكلم عن جمهوريه جديده نسيب بقى نظام 52 ونعمل حركه تصحيحيه وكاننا يعني نصحح ما كان يريد جمال عبد الناصر في 9 يونيو او ما كان يتصوره بعد 9 يونيو خليني اروح واحنا بنتكلم عن مصرنا وبلدنا ومجتمعنا واهميه هذا الوطن لكل ابنائه خليني يعني اهنئ المصريين الاقباط ببدايه الصوم الكبير وعايز اقول انه المصريين الاقباط المسيحيين في مصر يعرفون مبطلات صوم رمضان من كتر ما سمعوا وعرفوا ونشر وانتشر كل الكلام عن رمضان وصيامه سواء بالشكل الجماهيري العام او بالشكل التلفزيوني والاعلامي او بالوعظ والجوامع والخطب لكن اظن اظن ان معظم المصريين المسلمين ما يعرفوش تفاصيل صوم المصريين الاقباط عشان كده قلت تعالوا نرحب معا بالباحث المتخصص الاستاذ ماركو الامين اهلا بيك استاذ ماركو اهلا وسهلا بحياتك استاذ ابراهيم كل صوم وانت طيب وانت طيب وكل خير يا استاذنا قول يا فندم بقى خلينا نتعرف معا على الصوم الكبير واحنا نعرف مبدئيا انه 55 يوم لكن سمين. هي كيف يصوم المصريون الاقباط ما هي الطقوس الاشهر والاهم وفي نفس الوقت احنا واحنا بنتكلم على يعني الصوم الكبير بنتكلم على قداس مثلا معين او قداسات معينه في الصوم الكبير وهل هذا الصوم يخص الارثوذكس فقط ام هو يشمل بقيه الطوائف المسيحيه؟ قلت لك كل الاسئله عشان تنطلق انت وانصت انا. تمام طيب لا تحت امر حضرتك استاذ ابراهيم واتشرف جدا جدا اكون مع حضرتك تاني كل عام وكل المصريين بخير سواء احنا في فتره حاليا دلوقتي فيها مواسم صوم رمضان كمان قرب وصوم الكبير بدا عندنا فعلا هو صوم الكبير ل 55 يوم بينقسم عندنا لثلاث اقسام اول قسم هو الاسبوع الاول واسمه اسبوع الاستعداد وبعد كده ال 40 المقدسه اول 40 يوم ليه اسبوع 40 يوم, يوم, يوم صامها ليه يا سز... استاذ ليه ماركو على الارض او ايام ما كان موجود اسبوع على الارض اسبوع و... الاستعداد ليه بيتسمى اسبوع هرقل؟ حاضر هقول لحضرتك ليه اسبوع الاستعداد بيتسمى اسبوع هرقل هو حرفيا اول اسبوع آه الخاص باسبوع الاستعداد ده آه كان زمان آه من ضمن الاراء اللي كانت موجوده في القرن 13 وال 14 الميلادي ان في ايام هرقل او هرقل اللي هو هرقلس اللي هو كان امبراطور آه. بيزنطه حصل مقتله لليهود في آه اورشليم والاصاقفه المسيحيين قالوا له ان احنا هنصوم عنك بسبب ان انت عملت كده في اليهود لان ده كان حصل كنوع من انواع رده الفعل ضد اضطهاد اليهود للمسيحيين او مشكلتهم مع المسيحيين فقالوا له هنصوم عنك اسبوع هنحطه قبل قبل الصوم الفصحي او الصوم الكبير يعني بس دي الروايه اللي كانت منتشره في القرون الوسطى عن اول اسبوع اللي هو اسبوع الاستعداد هو في الحقيقه الاسبوع ده عباره عن إضافة طقسية لاحقة على الصوم الأربعيني أو الصوم الكبير كنوع من أنواع الزهد اللي هو فكرة أنه بحب محبة في الصيام أكتر آه زي ستة البيض كده عندنا في ما بعد رمضان كده بقى أصبح مستقر في ذهن آه. الكنيسة وبقى كامل لأنه بقى كانه جزء من الصوم الأربعيني أو الصوم اللي هو بقى اسمه الصوم آه. الكبير عظيم تمام وبعد كده اللي هو صوم ال يوم زي ما ذكرت قبل كده واخر حاجه خالص اسبوع الفصحى او اسبوع الالام المجيده آه وده اللي هو بيسبق مباشره او بينتهي مباشره بيوم احد القيامه او مم. يوم عيد القيامه اللي هو مسمى عند المسيحيين الشرقيين باسم عيد الفصح. الامتناع آه هنا الصيام عن الطعام اي طعام لأي وقت؟ تمام آه في الصوم المسيحي مر بعدة تطورات يعني مثلا في الصوم المسيح في البدايات خالص في القرون الاولى كان الاساسي في الصوم والبدايه بتاعت الصوم هي الصوم الانقطاعي او الصوم الطي. هو عباره عن بعتذر لحضرتك جدا على الانقطاع في الصوت، الصوم الطي او الصوم الانقطاعي هو الاساس الخاص بالصيام، انت بتمتنع عن الاكل والشرب تماما من بدايه اليوم اللي هو الساعه 12 بالليل لحد 12 ظهرا ولا 12 منتصف 12 الليل؟ 12 بالليل اللي هي آه 12 منتصف الليل بداية آه اليوم بيبدا الصوم من الساعة 12 بالليل لحد مثلا كان المسيحيين زمان بيصوموا لحد الغروب متشابه جدا مع ما بعد كده الصوم الممارس عند المسلمين. آه فكانوا بيفطروا كمان زمان في القرون الاربعه الاولى كانوا بيفطروا عادي على اي حاجه متاحه موجوده في البيت بياكلوها لكن بعد كده في القرن السادس والخامس الميلادي دخلت ممارسات رهبانيه زهديه نسكيه للعامه اصبحوا يمتنعوا تماما عن اكل الارواح او ذات الروح او ما أو كل اشتق عنها لحوم جبن البان اي حاجه مشتقه حتى السمن البلدي والحاجات اللي هي زي كده منع كله وابتدى فقط الفطار او الافطار بقى اصبح على بقوليات او على اه يعني اقرب الى النباتي لانه كل ما هو قادم من الحيوان قادم من الروح بالظبط ده حقيقي من في فيه الاسماك بالظبط لكن في الفكره نفسها آه، الفكره نفسها ان الدنيا او الموضوع في الصوم كان آه، هو آه، ان يتم الصوم انقطاعي بعد مم. كده يتم الافطار على اي شيء موجود في البيت بعد كده اصبح تزهدا او زياده في الزهد اصبح موجود الصوم النباتي او مم. صوم فقط مع البقوليات اه في المطار ولا ايه يا استاذ اه انا نازل حاليا من محطة القطار فعلا اه قطار مش مطار طيب يعني مبسوط طيب خليني اسالك على القداسات يا فندم القداسات بقى بالنسبة للقداسات او بالنسبة للليتورجيا اللطيف جدا في الصوم الكبير ان بيحصل الاتي ان بيصبح فيه قداسات كل يوم والقداسات بتبقى ظهرا مش بتبقى صباحا زي ما معتاد عليها في الايام آه. العادية تمام قداسات ظهيرة يعني اه بالظبط في الظهيره وده ويوميا إن اغلب الشعب يعني بالنسبه لهم الصوم الكبير بيبقى صوم روحاني جدا وصوم اقرب للشعب جدا آه. لسبب طبعا زهده وتنسكه وفي نفس الوقت برضه لفكره ان القداسات بتقام ظهرا فكل الموظفين اي آه. شباب المدارس كله بيقدر يروح يحضر القداس ده قداس يومي ولا قداسين ده, ده قداس يومي آه كل يوم بيبقى القداس ده طبعا قداسات الجمعه والحد بتختلف مواعيدها بالنسبه طبعا لكل كنيسه لكن كل يوم بيبقى فيه قداس يومي في, آه. في الظهر او الليل على حسب ده فقط, فقط بايام الصيام الكبير اه فقط مرتبط بايام آه. الصيام الكبير احيانا طبعا حاليا دلوقتي بعض الكنائس بتطبقه في بعض الصيامات لكن هو في الاساس كان خاص فقط بالصوم الكبير طيب الصيام الكبير نفسه بقى يخصنا احنا هنا كارثوذكس مصريين اقباط ولا اوسع من الطائفه او المذهب القبطي؟ الصوم الكبير هو الصوم الذي يصوم كافة الكنائس التقليدية ومعنى م. كلمة الكنائس التقليدية هي الكنائس التي لها تقليد من أيام رسل السيد المسيح أو حواري السيد المسيح زي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية زينا كأباط وسريان وأرمن وأحباش وغيره والكنائس الشرقية الأرثوذكسية الخلق دونية زي الروم والروس والبلغار وغيرهم من العرقيات والكنيسة الكاثوليكية كمان ف... يعني احنا كل... معانا اليونان ومعانا اوكرانيا معانا روسيا آه. معانا معانا ارمينيا ولا معاناش أرمينيا ارمينيا ايوه ارمينيا آه. في ارمينيا او في الشتات آه. كل الكنائس التقليديه مم. وانا اقصد هنا يعني كل الكنائس ما عدا الطوائف اللي هي البروتستانتيه او المشيخيه او غيره ما الى ذلك آه. كلهم بيصوموا الصوم الكبير بيختلف بدايه من 40 يوم أوه. الى 55 يوم اللي هو الحد الاقصى عندنا احنا ككنيسة قبطيه احنا ككنيسة قبطيه نتميز فقط ان احنا أوه. عندنا اكبر عدد ايام صوم موجوده في فتره الصوم الكبير عند عند باقي الكنائس يعني مقارنة بباقي الكنائس عظيم و... والاحتفال توقيتاته هي و... يعني هي نفسها مش مختلف التقويمات كما احتفالات عيد الميلاد مثلا لا بتختلف طبعا لان برضو عيد القيامه هو عيد متغير ما بين الغرب والشرق برضه آه. تمام فبيختلف احيانا البداية طبعا الصوم وعيد القيامه ما بين الطقس الغربي اللاتيني او التقويم ال... الغربي اللاتيني وما بين الطقس الشرقي اللي هو م... طبعا عندنا في الشرق وفي الكنائس الارثوذكسيه عامه بعائلتها الاثنين. اشكرك جدا استاذ ماركو الامين وكل سنه وانت طيب ونحتفل سويا ما غالبا العيدين هيقربوا قوي من بعض السنه دي يعني عيد القيامه وعيد الفطر كل سنة وانتم طيبين وكل عام ومصر طيبة وأطيب بعد الفصل نلتقي بإذن الله إذا عدنا حديث القاهرة وهو سؤالنا الذي ربما يعني يعني نطرحه على أنفسنا مرة يعني في العمر وهو هو ليه مصر ما ملحنات؟ ليه الموسيقى والغناء والطرب في شرقنا الطيب الجميل اللي مليان فن ومليان بهجة واللي مليان مجد نسائي جبار في كل مجالاته يكاد يختفي العنصر النسائي يكاد أنا لسه أناقش ضيوف المتخصصين علشان ما أبدوش وكأننا أطلق حقيقة مطلقة يعني يكاد يختفي العنصر النسائي من حاجة من أهم عناصر فن الموسيقى التأليف الموسيقي أو التلحين لماذا لا نجد ملحنات مصريات عربيات شرقيات خليني أروح إلى ضيوفي في هذه الفقرة في هذه الحلقة السيد الأستاذ الناقد الموسيقي الرائع الأستاذ محمد شميس أهلا بيك منورنا أهلا بيك أستاذ إبراهيم الناقد المتميز الرائع الأستاذ أمجد جمال أهلا بيك منورنا وبعد شوية هنستقبل ناقدنا الكبير الدكتور محمد دياب صوتيا باعتبار موسيقى واصوات بقى وكده. طبعا. خليني ابدا بسؤال استاذ محمد شميس. السؤال ده هل طرح من قبل ولا احنا قصاد سؤال نادر عن واقعه نادره؟ هو ما لم يطرح تقريبا في الفضائيات يعني حضرتك طبعا في الاعلام ب... الفضائي يعني. اه لكن طبعا في كان تساؤلات تحليلات لصحفيين كتير يعني على مدار التاريخ وزي ما حضرتك كنت بتقول كده هو يكاد تختفي في تجارب بس تظل تجارب مفيش حاجه نقدر نقف قصادها نقول انها حاجه حقيقيه ان يعني في حد محترف المهنه بالشكل اللي بيعمله الرجاله للاسف آه. ليه يا استاذ امجد ان كان هذا حقيقيا فما اسبابه او على الاقل السبب المرجح يعني دايما اي مهنه عشان اي حد يكون عايز يشتغلها بيكون فيه القدوة النموذج انا عايز ابقى زي احمد زويل فكامل يعني عايز ابقى دكتور زي مجدي يعقوب في اي مهنه بقى ما فيش نموذج نسائي ملحن انا اقدر يعني انا لو كنت فتاه اقدر ان انا اسباير الشخص ده يعني ان انا او عايزة اكون زيه اخده كرول موديل آه دي دي طبعا بس ده هيودينا طبعا لجدليه البيضه ولا الفرخه مين او التجربه ولا النموذج لا يعني ناخد بالنا انه صناعه السينما المصريه قامت على اكتاف النساء وما كانش في رول موديل اه بس كان كنت عايز اتكلم على المسرح كان في طبعا اللي هم الرائدات المنتجات يعني والرائدات آه. سلطانات الشاشه زي ما اتفقت عليهم مبادر مبادر حتى دول حتى دول لما بنتتبع سيرتهم الذاتيه ومنهم بهيجة حافظ مثلا اللي هي كانت برضو من رواد ومن رواد التلحين كمان آه. يعني الاسم الابرز في اول اول مراه يعني م. تقريبا او من الرائدات في التلحين ان هي كانت سافرت فرنسا وهي صغيره وهي كانت بنت باشا وتربت في مدارس اجنبيه فحتى ده اللي وعملت الحان موسيقى تصويريه برضو دي يعني جدا موسيقى تصويريه وسينما وتلحين بس هي تكوينها دايما انا لما جيت اتبع كل التجارب القليله اللي هي لحنت لقيت ان في دايما مين انفتاح على مين؟ على الرقم بيجو حافظ آه. عادل الايوبي اه ده ابرز في رايي يعني, يعني في بدايه آه الالفيه عادل الايوبي في التسعينات اه و... وفي الأ... في الالفيه دينا الوديدي م. دول ابرز ثلاث اسماء يعني في طبعا اكتر منهم بكتير في اسماء كتير بس م. دول اللي عملوا حاجه يعني ده اثرت من ده ايام سلامه ودنانير لغايه دلوقتي بيتكلموا على ثلاثه هي نماذج قليله فعلا بس ده برده زي ما بقول لحضرتك دايما في آه شيء له علاقه بانفتاح الفتاه نفسها او نشاتها اللي فيها مش تقليديه، يعني عايزه الايوبي مثلا اتولدت في المانيا اه دخلت الجامعه الامريكيه في مصر فالكوميونيتي بتاعها نفسه مش تقليدي، في انفتاح في يعني يعني تقارب مع الاخر ده لان بره مفيش المشكله دي مش موجوده بالشكل اللي عندنا عندهم مش اللي موجودة محمد بره بنفس ذات المشكلة لا. اللي عندنا في في مشاكل طبعا يعني تقار... انا امبارح من لحد النهارده قريت تقارير كتيرة جدا معموله عندهم برضو ازمه تمييز للمراه في هم. مجال صناعه الموسيقى يعني وانا حتى جايب منهم دراسه اناقشها بس هو برضو في انا عايز اضيف ل... يعني الليسته اللي قالها امجد في ام كلثوم ليها تجربتين هم. بس تجارب شخصيه ليها في نادرة أمين عاملة برضو مجموعة من أغانيها بهيجة حافظ كان أمجد ذكر بقى ودي عملت ألحان لأفلام فدي برضو من حاجة النوادر يعني ومجموعة من الأفلام نتكلمش مثلا عن فيلم ولا اتنين تقريبا خمسة ندرة أو آه آه نادرة أمين آه وعندنا في الغنى الشعبي ليلى نظمي وفي آه ليلى نظمي عملت اللي هي آه المفروض آه استاذه في الاكاديميه هي اساسا بس, بس برضه بتظل حاجات لنفسها وفي تجارب يعني قبل ما اخش الهوا لحضرتك كنت بتكلم مع ملحنه سعوديه مم. اسمها حنين غسال اشتغلت مع استاذ هاني شاكر واستاذ علي الحجار في ادعيه اه وبتعمل حاجه باذن الله ممكن يعني تنزل برضو دراما في الفتره الجايه يعني فبيشتغلوا بس العدد دايما قليل ما نقدرش نقارنه بالبنات بالرجاله يعني, بالرجال يعني. وفي برضو زي رشيده الحارس اشتغلت مع عمرو دياب واشتغلت مع اليسا وسامو زين وهي زوجة الفنان لؤي عملت له برضه مجموعة من الألحان في جانا عمرو دياب برضه بنته عملت له حاجة مم. في, في جانا لحنت لعمرو؟ لحنت حاجة لعمرو مع عمرو طنطاوي اللي هي أغنية لا 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 كانت نازلة في ألبوم أحلى وأحلى وعملت اغنيه مع عمرو هي لحنت الجزء بتاعها اللي هي اغنيه أوه. جميله وفي البنت اللي كانت عامله لشيرين عبد الوهاب سيدنا القماص اخر من اخر اغانيها يعني أوه. اسمها عايز افتكره طبعا لما تفتكروا ان احنا مش فاكرين الاسم ان في مشكله يعني أروح اسمها لي. نور عز العرب نور عز العرب عايز اروح لكاتبنا الكبير الناقد الموسيقي الكبير استاذ محمد دياب وها انت قد استمعت الى يعني سؤالنا الكبير ومحاولات الاجابه فاحنا يعني ننتظر صوتك وتفسيرك يا استاذ محمد والله هو القضية دي طرحت يمكن زمان أيام ما كان برضو في ملحنات وما إجابة قطعة لأنه هي دي يعني دي ظاهرة أو حالة موجودة في العالم كله مش بس في مصر مم. والاسماء اللي ذكرت او ممكن نقول ناكد على اسماء اخرى لم تذكر يعني مم. القاسم المشترك بينها كلها ان هم مطربات ولحنوا لنفسهم مم. لكن ان يبقى في ملحنه فقط صرف ملحنة دي حاجه نادره يمكن مم. دلوقتي في طبعا زي ما ذكروا بعض الاسماء الاستاذة رشيده الحارس مم. عندنا مثلا كاميليا جبران في فلسطين بس كاميليا كمان مطربه يعني نحن نفسها يعني لكن يعني السيده ام كلثوم اول حد تقريبا يعني بادر بالتلحين كان سنه 28 لحنت طقطوط على عيني الهجر ده مني لرامي وطبعتها على اسطوانات فعلا سنه 34 عملت قصيده بقى مونولوج يا نسيم الفجر ريان الندى الاثنين كان كاتبهم رامي والاثنين كانت متاثره جدا جدا بنمط التلحين بتاع القصبجي اه استاذ محمد القصبجي يعني استاذها يعني أوه. ولما توقفت افتكر في السبعينات بدايه السبعينات سالها في برنامج اذاعي خاص بحياتها <applause> الاستاذ واد الحكيم قال لها ليه ما كملتيش في التلحين بعد ما خضت التجربه؟ قالت له والله انا في الاصل مطربه وانا بؤمن بمقوله السيد المسيح اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر فتوقفت لكن مثلا آه. في استثناءات من الحاله دي مثلا لوردا كاش المطربه اللبنانيه المعروفه اللي زاعت جدا باغنيه امنت بالله. اه لوردا كاش كانت حاله فريده الحقيقه في الغناء العربي لان تقريبا طول مسيرتها هي اللي كانت بتلحن نفسها مم. فلحنت يمكن فوق ال 150 عمل لنفسها يعني على الاقل فوق ال 100 عمل. يعني نقدر نقول ان هي هي الملحنه يعني الرئيسية يعني الابرز الحقيقة آه. لانه هي من طفولتها ابوها م. طلب منها انها تلحن واجبرها على التلحين آه. فمشيت في التلحين يعني آه. جاب لها مدرس موسيقى وعلمها الغناء وعلمها المقامات وابتدى آه. يطلب منها والدها وهي وليد طفلة انها تلحن اه فيعني من طفولتها وهي تلحن فبقت تلحن كل اعمالها اه وانا افتكر عملت لها حوار صحفي قالت لي فيه مفاجاتين يعني آه. آه واحدة انه ان هي صاحبه اللحن بتاع امنت بالله مش آه. فريد غصن آه. اللي كتبها يوسف بدروس طبعا دي من اشهر الاغاني العربيه صحيح في القرن العشرين وقالت انه هي بدات تلحنها وفريد غصن قال لها والله اللحن ده حلو آه بس خليه ينسب باسم انا لان دلوقتي المراه ما يحقش لها انها تسجل مصنف فني آه. ليها في جمعيه المؤلفين والملحنين فعلا ان هي سابت له اللحن آه. باسمه مم. حاجه تانية بقى اسالها ليه ما غنتش مثلا المس... يعني لعبد الوهاب مثلا فبتقول لي ان انا كنت عامله سرينادا ومسجلاها في, في الاذاعه هي جت من من بيروت للقاهره افتكر 37 الاذاعه استدعتها تسجل حاجات في الثلاثينات وكملت في مصر و... ومؤسسه فيلم اسمه موسيقار فيلم واحد يعني. آه. فقالت ان الاستاذ عبد الوهاب سمع لي لحن سرينادا اتصل بيا وقال لي ايه اللحن العظيم ده فبتقول له طب مش لي اللحن قال لها وانا هعمل ايه اكتر من اللي انت بتعمليه نفسك بس آه. افتكر يعني كان فيها برده مجامله يعني في الاخر هو آه عبد مجامل على طول طبعا طيب طبعا في <applause> 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 فتحيه احمد لم تذكر طبعا المطربه الكبيره طبعا آه لحنت لنفسها لحنت نفسها والغريبه ان هي اللي تخصصت انها تلحن المواويل اه يعني حضرتك عارف الموال فن ارتجالي اكتر آه. منه وطبعا ليها موال مشهور جدا كتبوا بيرم وهي لحنته وغنته في معهد فؤاد الاول الموسيقى لفرانسيس معهد الموسيقى العربيه في حفله اقيمت احتفاء بام بعودتها من رحلتها للعلاج الخارج سنه 49 موال الناس جايه تقدم تهانيها طبعا بيتكلم كلثوم يعني آه. وانا جاي اقدم الورد الجنينيه حاجه يعني الله غنيته ومو كلثوم طلعت يعني حياتها طبعا هي كانت منافستها الأبرز يعني في العشرينات الله يعني كانت فتحيه في فتره وفترات سابقاها ومتفوقه عليها يعني بالظبط يعني زي بتقول انا جاي بيها الميه بتاعت الايد يعني انا جاي بيان آه آه بيان الورد جنينية. الجنينيه آه تعبير جميل آه. طيب نعم. احنا بنلاقي نعم. لحظه يا استاذ محمد احنا قصاد تجارب كثيره جدا لعازفات موسيقيات ماهرات وبارعات، يعني عندنا العزف الموسيقي ستات و... و... وأداء عظيم، لكن ما دفعش ده برضو ان العازفه عندنا عزفات وعندنا كمان مطربات، بس هي ده كله بيتصنف لا مطربات أكيد عندنا طبعا ده بس ده كله بيصنف تحت الفن الأدائي. البرفورمر ارت يعني انت غير التلحين والكتابه فن ابداعي في مختلف شويه الـ طبعا الـ الفن الابداعي بيتطلب مقومات غير الفن الادائي ده محتاج موهبه امكانيات صوتيه جسديه سواء غنى رقص عصف لكن الفن الابداعي انت بتخلق حاجه ده ده بيحتاج استقلاليه مثلا في التفكير احساس بالحريه شجاعة كمان انت شجاعة الرفض شجاعة القبول شجاعة انك تعرض نفسك دي مهارات يعني دي بتكون م. اصعب بكتير من ان انت تغني او تعزف او طبعا احنا كمان السوق المرأة عموما مطلوبة كسلعة يعني م. سواء انها تغني صوتها او انها يعني تمثل او ده مطلوب في السوق لان هي يعني في مش عايزين نخفي ان في جانب اروتيكي في الموضوع يعني في دايما ان انت صوتها مطلوب لكن نغماتها افكارها كتاباتها هل مطلوبه بنفس الدرجه اللي هي فيها نوع من التسليع أه ما اظنش فعشان كده ده برضو جانب ما هو من اللي ي... هو مش موجود عشان يطلب ما يعرفوش هو يعرفوش البضاعه دي فين اصلا محتاج بقى حاجات بمناسبه التسليع أوه. لكن طبعا ال ال الصوت النسائي مطلوب مش لانه في جانب، لانه في جانب في جانب لانه ده انساني يعني في صوت رجالي وصوت صوت ست... ده التنوع طبعاً. والتعدد والغنى والعطاء والابداع خليني اسال الاستاذ محمد شميس هل في جانب اجتماعي فعلا ممكن يحول دون ان المراه تبقى ملحنه بمعنى ان الملحن غالبا بيبقى قائد مع مشروعه بيبقى بيسعى عليه بيشتغل مع مجموعه وفريق يعني ربما ما يكونش الجانب الاجتماعي ده بس انجاز في الكلام ده كسبب في الشرق لا يجوز في الغرب المفاجاه بقى إنه ان هو اه لا يجوز بقى في الغرب ان مثلا انا عندي تقرير من جمعيه ام اي ام الاسبانيه م. المتخصصه في مناقشه الحاجات المتعلقه يعني بالستات في في المزيكا أو اه في سنه 2020 يعني من سنتين آه. كانوا بيقولوا ان 70% من الستات اللي بيشتغلوا في صناعه المزيكا عموما م. بيكسبوا اقل من متوسط الدخل بتاع الرجاله فعلا دي خاصه العزف والتلحين كل كل الهندسه الصوتيه اه والبي ار والسوشيال ميديا اه وكل الحاجات دي الستات كمان بتفضل ان هي تشتغل فيها تاخد اه شفتات بدل ما هي تبقى عايزه ان هي تاخد مناصب قياديه فيها علشان خاطر ده بيحد من المسؤوليات الاجتماعيه في مع اسرهم ومع اه مع ازواجهم والكلام ده لان الست برضو اه بيبقى حتى انا في اسبانيا مش بنتكلم مثلا في مصر اه برده فكره العزف اللي كان امجد بيتكلم عليه ممكن اضيف برضو حاجه ان مثلا العازفات دول بيبقوا موجودين اكتر في الحاجات اللي هي في الاوبرا او بيعزفوا ضمن فرقه كبيره، لكن لما بنيجي بقى نختار مثلا لو هنسجل اغنيه الافراح بقى وهنروح الاستوديوهات مفيش بقى خالص آه او الاستوديوهات حتى يعني مم الافراح دي تبقى حاجه صعبه جدا آه يعني لكن لو احنا بنتكلم على حاجه بنسجل اغنيه فمحتاجين نلعب سولو مثلا جيتار ولا حاجه لو في عازفه ماهره جدا ممكن تعرف تعمل ده لكن ما تعرف ما عندهاش حته الارتجال وان هي تملى الكام ثانيه اللي احنا محتاجينهم دي دي مش موجوده تماما انا سالت فيها كتير جدا تماما الموزعين آه في, في في التسعينيات حضرت الندوه يا استاذ محمد دياب للفنان الكبير العبقري عمار الشريعي كان بيتكلم على خمسين سنه موسيقى واعتبر او قرن من الموسيقى اقصد واعتبر انه اللي لعبوا ادوار مهمه جدا في الموسيقى العربيه سيد درويش وبعدين اتكلموا على زكريا احمد واتكلموا على محمد عبد الوهاب واتكلم عن محمد فوزي والمفاجاه بالنسبه لي انه اتكلم عن ام كلثوم. في دورها في التلحين رغم انها ما لحنتش. نعم. أه وهو محق اكيد. أه صوت ام كلثوم أه نهض بالتلحين آه. من غير ما تلحن ازاي؟ لانه صوتها هو ملهم للملحنين آه. يعني بدليل ان احنا لما ناخد الحان الشيخ زكريا احمد لغير ام كلثوم حتى لو العظيم عظيم في حجم م. فتحيه احمد م. مثلا هنلاقي انه مع ام كلثوم هو اعلى لان آه. صوت ام كلثوم اجمل م. وقدراته على الاداء والجرس بتاعه وال... والاحساس اللي بيوصله للناس اه يعني انت بتعتقد انه قدراتها الصوتيه مش نز... مش نظرتها كم في ونظرتها كمان آه. هي كانت بتعدل في الالحان آه. يعني مع كل الملحنين كانت بتعدل في الالحان وكان يقصد فعلا عطائها فيما يخص يعني. التلحين نفسه آه. يعني مم. السنباطي بجلاله قدره وعبد الوهاب يعني عبد الوهاب غلبته في انت عمري آه. صحنت كذا مره في البدايه وكانت بترفض لدرجه انه انصرف عن تلحينها آه. وعشان تغيظه اديتها الكمال الطويل عشان آه. تشجعه انه يرجع يكملها آه. لانه كانت بتطلب تعديلات طول الوقت وهي آه. مش في كل الاحوال ومع كل الملحنين ودي آه. كانت ازمتها مع فريد الاطرش آه. انه كان بيرفض انه يعدل فبالتالي ما حصلش اللقاء آه. لأ يعني لا كان بيعتبر انه اهانه يعني آه. لكن مثلا هي مع كله مع بليغ مع كل مع كل الملحنين الموجي سنباطي يعني بيذكر انه آه. لحلها لحن لها الليل وبعد ما انتهى من تلحينها طلبت منه يعيد تلحنها تاني من مقام تاني مختلف اه دي حاجه كانت الانتحار الحكايه دي لو حصل. آه. حصل يعني في في وقع حكايه الاستاذ محمد الموجي لما جه لحن لها اول غنوه للصبر حدود اه فاول مره جه سمعها هو يعني لحن تمهيدي او آه. يعني بيجرب يلحن بي الكلام فهو بيقول بعد قعدت كده سمعته بعد ما خلصت قالت له بص يا موجي خد الاغنيه دي وروح اديها لمها صبري يعني <applause> يعني يعني اللحن ده مش من مقام ام انا عايزاك تعملي لحن من مقام ام كلثوم رجع وعمل اللحن أمم يعني طيب. من مقام ام كلثوم من قيمتها يعني وخطتها وتجربتها يعني وشخصيتها اه من هنا الى السينما برضو احنا في بدايات نهضه السينما قامت على اكتاف رائدات سلطانات الشاشه انتاجا وصناعه ويعني وتمويلا وشيء وبطوله وتمثيلا لكن ما كانش في مخرجات تقريبا يعني ان المخرجه السينمائيه لغايه ما بتظهر لنا يعني ربما مشاريع في الستينات كده مجده اخرجت آه السيده مجده يعني لا واخرجت لا انتاجت طول الوقت انما اخرجت من احب فيلم تاني ثم ظهرت ايناس الدغيدي ثم ظهر ما بعد الاستاذه ايناس الدغيدي مجموعات من اسماء بقى النسائية كل بقى اللي هم المستوى الدرامي ومستوى السينمائي يقدموا اشياء عظيمه جدا وشفنا نديل يبكي في البناء طيب اذا في طفره زمنيه المجتمع انفتح اكثر المجتمع بقى يقبل فكره المخرجه التي تدير هذا العمل الكبير تدير عشرات ومئات طب ليه اللحن ما التلحين ما يعني ما اصابوش نفس ما اصابوا التطور في السينما؟ طبعا في عوامل كتير بس هو اصلا التلحين نفسه مهنه غامضه بالنسبه م. لناس كتير يعني انا قبل كده عملت احصائيه او سالت الناس عندي ايه الفرق بين الملحن والموزع او انت عشت حياتك معظمها عارف الفرق بين الاثنين او لا؟ رغم انهم ناس مهتمين معظمهم بالفنون لكن الاجابات كان 50 50 اللي مش يعني اللحن نفسه الناس مش عارفين يعني ايه لحن احنا في مجتمع الثقافه الموسيقيه مش مش كبيره قوي لدرجه ان انا حتى ابقى عارف المهنة دي المخرج معروف بيعمل ايه على الاقل ان هو ليه الكاريزما بتاعته بيقول اكشن بي... لكن اه لكن الملحن الناس كتير فاهمه ان هو اللي مثلا بيعزف اه الناس كتير فاهمه ان هو اللي بيعمل الموسيقى اللي آه. هو ده الموزع فحتى ال... مفيش اصلا وعي ب... ب... بدور الملحن وزمان كمان الموضوع بي... بالعكس بيقل الوعي م. بيقل بقى مع... مع السنين لان زمان مثلا كان الراديو يقول وغنتنا فلانه من الحان وكلمات فلانه. آه. دلوقتي الراديو خلاص انت بتسمع الاغنيه آه. اصلا انت مش داريان ان في اصلا شخص او شخصين او ثلاثه في فريق وراها مش هو المطرب اللي جاب اللحن من عنده وقال الكلام من عنده فطبعا ده ده كل مدى بيجهل الموضوع زياده مش المفروض يطوروا بالعكس في الغرب بقى حصل كده حصل زي في الاخراج عندنا م. الغرب دلوقتي انا شايف ان الايه انعكست كده مختلف معاك في الموضوع ده الغرب دلوقتي هم, شويش هم, اللي مش هم, مش هم مش اه في حته ان الغرب هو موضوع الفجوه في انا والنسبه النسبه فعلا ضئيله زي ما انت آه قلت والاجور ضئيله آه جمعيه الملحنين اللي هي الحقول الاداء العلني في بريطانيا قالت ان هم 14% فقط ملحنات م. لكن لكن بقى ولكن في تحتيها مليون خط م. تاثيرهم بالغ يعني مم. تاثيرهم ال14% دول احنا لو نمسك دلوقتي كل المطربات اللي هم بي يعني بيحكموا الساحه الغنائيه في المطربات ولا هم بقى كلهم بيلحنوا لنفسهم وبيلحنوا لبعض اه يعني آه أديل مثلا طب ما دي كل اغنيه ما هو ده بقى ليه بصوا في مشكله عندنا احنا اصلا الصناعه من ام كلثوم بنغني الغنى اللي هو السوبر ماركت بمعنى ايه يعني آه. كان الاستاذ محمد ياب كان بيحكي ان هي بتقعد تقول انا عايزه لحن كذا او يعني احنا بره الصناعة مش كده تماما فعشان كده مهنة اصلا ان احنا السؤال الصناعة على مش كده دلوقتي لا طول عمرها يعني في الاغلب عمرها اه م. احنا دايما بنسال اللي هو آه الملح... يعني السؤال بتاع الملحنات بره فهنلاقي الاجابه عليه مش كتيره لان ما فيش مهنه بالشكل ده غير مثلا في صناعه الموسيقى التصويريه مثلا آه. لكن في الاغاني بقى آه. لكن لو في الاغاني زي ما امجد كان لسه بيقول مثلا شاكيرا اخر اغنيه ليها اللي كاتباها وهي ملحنه وفي الجيل الجديد بقى في مصر لو احنا بنتكلم في الغنى الجديد المستقل غير الغنى الرسمي آه. مثلا عندنا دينا الوديدي هي اللي بتلحن لنفسها تشتغل طبعا مع ناس ثانيه بس هي مشاركه في الصناعه ثلاث اسماء انما وناسي. مع الراب مع اللي آه بيغني راب عندنا الراب مع, مع المهرجانات اه اه موجود آه. طبعا عندنا مم. في اكتر من يعني عشرات بقى صناعه الموسيقى الالكترونيه اللي هم بي... اسمهم الدي جي اللي هم بيعملوا حفلات فيهم بنات كتيره جدا مم. وليهم جمهورهم وبيروحوا انا بروح اسمع منهم مم. حاجات لكن مش في الغنى الرسمي اللي هو التيك ده و... والصراحه انا شايف ان هو يعني كوي انا اتمنى ان هو يتلغي لان مم. هو كمان ليه بقى يعني اللي بينجح مثلا السنه دي عزيز شفعي ناجح ومكسر الدنيا وبيشتغل مع عمرو دياب وبيشتغل مع تامر حسني وبيشتغل مع الناس كلها لو الفنان ما عندهش الشخصيه الحقيقيه بتبقى شخصيه الصانع هي اللي طاغيه على الاغاني فبتبقى الاغاني اغلبها شبه بعض لان هو السنه دي مين اللي ناجح؟ تعدد الصناع ما الصناع ده اللي يعملك التنوع طب والمغني دوره ايه غير ان هو يعني يعني يغني <applause> <ينق تصفيق> بس <applause> <applause> <ينق تصفيق> لا المغني لازم يبقى عنده مشروع وبيختار مشروعه اللي مقتنع بيه اللي حبه اللي حسه اللي يقدر يوصله ويقوله للناس لانه مش بالضروره ده بحس ان احنا معقدين يا استاذ ابراهيم الموضوع اكتر لكن برضه ما تخليش المطرب يغلبنا واحنا بنتكلم على الملحنات النسائيات استاذ محمد دياب هل بتعتقد ان احنا الموسيقى عموما الشرقيه ولا المصريه تحديدا افتقدت في اللحن حس يعني شيء ما لم نكتشفه لانه الستات ما دخلوش لحن لا ما اعتقدش يعني هم الستات لعبوا بدور اعظم من كده باصواتهم آه. آه. يعني على راسهم ام كلثوم واسمهان الحقيقة احمد المطربات العظام يعني والاجيال آه. اللي ظهرت بعد كده معقوله و... ده قاسي جدا يا استاذ محمد ما خسرناش حاجه بغياب الملحنه يعني انا عندي الادب النسائي الستات لما بيكتبوا ادب في ذائقه مختلفه في ذائقه مختلفه وتنوع مختلف لما بتقدموا المخرجه الدراميه او المخرجه السينمائيه يعني في الاخر نظره امراه وفكر امراه اكيد هيدي بصمه مختلفه وروح مختلفه أكيد يعني بس رغم كل المحاولات اللي حصلت أنا عايز أقول لحضرتك مثلا الفنانة طاروق لبنانية لحنت نفسها آه ولحنت غنوة ناجحة جدا يا صبابين الشاي آه لحنت كذا حاجة آه نجاح سلام لحنت نفسها كذا مرة بس التجارب ما نجحتش يعني آه لكن آه اللي إحنا بنتكلم عليه مش آه يعني إنه المطربة طبعا ما قلناش ملك طبعا ونادر أمين آه مطربات من جيل أم كلثوم يعني لحنوا برضه لنفسهم استاذ محمد شويس قال لنا مش, هي... مش القضية إن الست تلحن، القضية آه. إن الست تلحن القضيه ان تلحن والاغنيه تنجح. آه. ده ما حصلش يعني، آه. يعني إحنا نقدر نعد مثلا خمس أغاني لحنتهم نساء، إحنا لغاية النهاردة بنرددهم. آه. يعني يا الإجابة ليه؟ الإجابة ليه؟ الأجيال الجديدة يعني، آه. لأن الأغنية معاييرها دلوقتي مقاييسها مختلفة يعني. آه. يعني أعتقد إن يبقى ممكن يبقى في ملحنات بال آه. بالنمط الجديد مش محتاج مجهود كبير يعني التلحين النهارده يعني اه ده آه نظرة استخفاف للي موجود النهارده يا استاذ محمد دياب آه ارجو ان احنا نراجعها سويا معاك <applause> لا والله استخفاف لا 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 دا حقيقة يعني ده حقيقة يعني الكم الكبير اللي بينتج من اغاني له 30 سنة وبيتنسي آه. بعد خمس ست سنين ونرجع نعمل غيره آه. ونتذوقه زي ما حد بيقول علكة بنضغها بعد ما السكر يروح آه. بنرميها ونرجع نجيب واحدة غيرها يعني ف <م stereotype> يعني يعني اراء على قسوتها انما يعني محتمله في سياق حوار ديمقراطي استاذ امجد المجتمعات الانسانيه كلها هذه الايام بتمر بحاله تصحيحيه اعاده النظر في افكار تم اعتمادها من قديم واكتشفنا اي على التمييز والعنصريه او سلوك او حتى الفاظ وترمينولوجي اللغه يعني نعود فنراجعها ونصححها مفهوم المرأة الملحنة ده مش مفهوم محتاج إعادة نظر وتوقف عنده وتحفيز للمرأة أن تلحن حتى على الأقل يبقى من باب المساواة ومن باب العدالة الفنية هو طبعًا بس يا ريت ما يكونش من باب العدالة الفنية فقط من باب التمثيل أو الكوتا فقط ده زي ما بيحصل برضو أحيانًا في الجوائز الغربية أو. اللي هو محاولة لل يعني اختلاق توازن بين الجنسين بدون احقيه فنيه لازم دايما أه. يكون في الاحقيه الفنيه والابداع واللحن الافضل فعلا هو يكون هو اللي بينجح لان هو اللي في الاخر مش هضحك على نفسنا فبرضه ده بياخدنا نقطة مهمه جدا انا برضه مش مش عاوز مش مش هدف ان يكون في 10 ملحنات ملحنات الستات قدامهم 10 ملحنين رجاله فقط لا انا محتاج كمان العشره الستات دول يكونوا بيلحنوا بفكر الستات فعلا مش بي يعني مش مستلبين بوعي الرجاله او ده ظهر في الشعرات كأنهم هم الشعرات بيحاولوا يكتبوا بطريقه الرجاله دلوقتي الشعرات الغنائيات هم موجودين والتجربه مش عجباني لان هم بي مش شايف ان ان فيها خصوصيه الست انا عايز ان انا انا عايز كل اصلا شرائح الست دي ممكن المجتمع. تقلب الى تمييز ضد الست برضه كانها المفروض تفكر كامرأة ما كبشر كإنسان تقول أنا عايزة تكون هي تكون هي أه. بس ما تكونش مستلبة بتجارب سب سب صحيح أو بس أه. اللي, اللي بيقوله أستاذ أمجد على إنها تبقى ملحنة ومتميزة وكأنه كل الملحنين متميزين يعني وأنا بتكلم على فكرة العدالة الفنية ما هو في 100 ملحن موجود منهم خمسه سته ممتازين والباقيين زيه زي غيرهم، ليه ما تبقاش حتى بالحق حقها انها تبقى ملحنه زي زي غيرها؟ يعني ايه ما ما لازم اكون نعم. عبقريه عشان الحن يعني؟ لا مش هنعرف بس مميزه يعني ب انا عايز زي مثلا الافارقه السود في امريكا اه في بدايه ال القرن العشرين أو, او نهايه القرن ال 19 يعني هم عملوا عبقريه اللي هو موسيقى البلوز والجاز آه. حاجه خاصه بيهم خاصه بالكوميونيتي بتاعتهم بالعنصريه اللي تعرضوا لها بالظلم والاضطهاد فطلعوا يعني جونرا موسيقيه خلاص يعني من 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 ارقى الجونرات وده من خلال تجربتهم من رحم التجربه نفسها وخلينا نتكلم عن السينما بمناسبه مهرجان المراه آه. اللي هيتعمل في اسوان قريب مهرجان المراه السينمائي هتطلب من المراه المخرجه انها تبقى بنفس المعايير لا تعملي فيلم لا في مش في انت وفي و... ايه لما لا. تعمليش افرض عايز تعمل فيلم عن مواطن رالص رالص مش بقولبها انا مش بقولبها آه. طيب. انا بقول انا انا دلوقتي عندي ازمه ان مفيش ملحنات طب انا آه. انا مش عايز الموضوع مش كوتا او ان عدد قصاد عدد الموضوع آه. ان انا انا محتاج العنصر النسائي استفاد منه كمان انا كمستمع استفاد منه آه. من الحته اللي عنده ما انا كنت بسال السؤال آه. الختامي لمحمد شبيس تعليقا على كلامك وماله لما تبقى كوتا لانه مش بالضروره كل الملحنين الموجودين الان على درجة من التميز صح والإبداع صح, صح, صح يا بس برضو الموضوع بيحكمه حاجات ليها علاقة بقى بالشلالية وبالصحوب م. يعني مثلا احنا كنا كنا ذاكرين رشيدة الحارس فهي مثلا اتعرفت على عمرو دياب واشتغلت من خلال محمد رفاعي اللي هو بتربطها بيه صلة قرابة اللي هو الشاعر فابتدت تشتغل معاه ولؤي اه ولؤي زوجها م. فهي في حد بيشغلها فده صعب ده صعب يحصل برضو دلوقتي برضه بتراهن برضو. انه في م... مشكله اجتماعيه طبعا. في ظهور الموضوع ده. حاجه اساسيه انا سالت في الموضوع ده كتير جدا مم. لان كمان انا عارف ما هم زمايلي شعراء وملحنين برضو هم عشان يوصلوا للمغنيين لازم يبقى في علاقات بتربطهم ببعض لازم الشاعر يبقى ليه مجموعه من الملحنين اصحابه وموزعين. وم... والغنوه بتروح على طريق الواتساب ويقعد بقى المغني ينقي بالموبايل كده يسمع ده معايا هو اللي مش صعب حتى على الذكور اه تحمل يعني الوسط بقى هو في شلاليه بس مكسور بقى استاذ ابراهيم في الجيل الجديد اللي هو مم. بيعمل الفن اللي هو الفنان اللي هو بيصنع غنوته اللي بتعبر عنه فبالتالي بتخرج مش شبه حد مم. فده موجود ونتمنى هو ده اللي يعني يمتد ويكمل يعني اشكرك جدا استاذ محمد شميس اشكرك جدا استاذ امجد جمال اشكرك استاذ محمد دياب كاتبنا الكبير اشكركم والى فصل اذا عام على الحرب الروسيه على اوكرانيا ماذا بعد 365 يوما من الحرب خلينا نروح الى خبرنا الكبير الاستاذ احمد عليبه رئيس وحده التسلح بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه اهلا بك استاذ احمد منورنا استاذ ابراهيم البدايه كان توقع حرب قصيره الامد كثيفه النجاح قدره على دخول روسيا ببساطه الى اوكرانيا تغيير الحكومه او هرب الرئيس كل هذه الامور بعد عده ايام ثم اسابيع فاذا بينا امام حرب ممتده عام يرشحها البعض لاعوام كيف ترى المشهد الان من خلال يعني اخر تطورات بعد 365 يوم من الحرب يعني بعد 365 يوم من الحرب ممكن يبقى بعد اكتر من 365 يوم من الحرب ايضا يعني لانه الحقيقه احنا لما بنيجي نشوف اه لو احنا بنتكلم في سنه على الحرب اه ما اعتقدش ان في فاصل زمني يقدر يقول لنا ان احنا اذا مرحله مختلفه عن الاخرى يعني فعلا. مش ده الفاصل آه. مش مش النهارده هو الفاصل عن بكره يعني احنا شفنا خطاب رئيس بوتين آه في الجمعيه الوطنيه اتكلم فيه كلام عادي جدا عن الحرب ما اتكلمش عن انتصار اتكلم عن ان احنا مكملين إلى الاخر وشفنا خطاب رئيس بايدن في وارسو رمزيته في وارسو مهمه جدا ان حلف وارسو بقى يعني خلاص حيث بدات يعني حيث كل شيء حيث, شي. حيث, حيث, حيث بدا شي. <applause> كل شيء حيث وحيث ايضا انهارت <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني صحيح. اشياء وانهارت طاوز ما زالت الاتحاد السوفيتي يعني وشفنا ايضا خطابات عديده طبعا الحلف اللي كان عامله قوى الاشتراكيه يعني او نقدر نقول بقى المناوئه لامريكا للناتو وكان العاصمه اللي في احياء الحلف ده ورسو بلندا. بولندا فاذا بالحلف ده اللي هو بتاع روسيا قد سقط وانهار الى حد ان رئيس حلف الناتو راح بيخطب يعني في, في يعني في في ورسو 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 ده صحيح في ايضا خطابات عديده في اخر 48 ساعه مم. شفنا ايضا خطاب الرئيس زيلانسكي في ميونخ وشفنا خطاب الامين العام لحلف الناتو يعني سلتنبرج يعني انا مش شايف انه في متغيرات في الخطاب الكل بيتكلم على الدوافع لاستمرار هذه الحرب مم. ولا يوجد اي مسار اخر باستثناء اللي ممكن يظهر عندنا بكره هي المبادره الصينيه اللي هيطرحها الرئيس شي وانا اعتقد انه يعني يمكن مش متفائل لها قوي لكن على الاقل هي اول مبادره بتشكل او بيكون في حواليها زخم لانه المبادرات اللي طرحت في السابق ما كانتش بهذا الشكل يعني يعني في مبادره طرحت من هنري كيسنجر من غيره لكن خليني ارجع برضو للطرح اللي حضرتك تفضلت بيه في البدايه مساله مهمه ليه احنا كنا متصورين انه هذه الحرب يعني هتخلص بسرعه انه يعني في انتصار ساحق لبوتين في روس في اوكرانيا وما الى ذلك انا اعتقد انه فيه يعني اكثر من مؤشر ممكن يدينا ان ده كان ليه الانطباع ده كان متشكل في البدايه عندنا هذه الحرب لم تبدا عمليا في 24 فبراير هذه الحرب يعني بدات قبل كده بسبع سنين في م. شبه جزيره القرم شبه جزيره القرم تم احتلالها م. او السيطره عليها في 24 يوم م. يعني كانت مساله بسيطه جدا آه. وتقريبا بدون قوات م. يعني عدد قليل جدا من القوات يعني 50 عسكري سيطر على البرلمان 60 واحد سيطر على التلفزيون مجموعه اسمها الرجال الخضر كده معاهم موتوسيكلات في نادي الدراجات موجودين في شبه جزيره القرم العمده موالي ويعني الحكومه بتاعه الاقليم الى اخره فالموضوع خلص في 24 يوم في اخرهم روسيا نالت حوالي 30 الف عسكري حطتهم على حدود شبه جزيره القرم. شبه جزيره القرم مساحتها حوالي 27 الف كيلو متر تقريبا آه ودي يعني هي قد اقليم الدومباس اقليم آه الدومباس قدها مرتين مم. يعني اقليم الدومباس اللي روسيا في البدايه كانت على لوجانسك ودونسك وما الى ذلك دي قدها مرتين فبالتالي مم. من الطبيعي ان المساله ما تاخدش شهرين ثلاثه آه. يعني الامر مم. يعني احنا اذا كانت مساحه جغرافيه يعني اذا كانت آه. مساحه جغرافيه بهذا الشكل الحاجه بس ما بداش بدومباس الاول برضه يعني هو بدا ظهر يعني دومباس دي بعد شويه من وضع يعني هدف بدل ما الهدف كان كبير قوي الاول هو موضوع الدومباس ليه؟ لان هو زي شبه جزيره القرم ما كان فيها موالين لروسيا الدومباس ايضا فيه حوالي مم. اه 15 20% ايضا كانوا موالين يتحدثون الروسيه الروسيه وموالين يعني اه. وما الى ذلك يعني فعلشان كده هو كان مم. بيتكلم او ده كان احد المبررات ان احنا بندافع عن جزء من مم. الشعب الروسي يعني وتاريخه وما الى ذلك بعد كده بقى يتكلم انا هنسح خريطة أوكرانيا دي أو أوكرانيا من على الخريطة لكن هو كان في البداية أيضا بيضغط على كييف شفنا في الفترة الأولى أو في الشهر الأول أو يمكن حتى لغاية ال100 يوم الأولى كان بيحاول يضغط على كييف بشكل أساسي العاصمة على اعتبار أنه هو كان بيحاول يوجه ضربه للنظام لكن انا اعتقد في الاخر ان هو مش بس كان في فشل في ده لكن هو استدرك في الاخير ان هو حتى لو ازح هذا النظام ربما النظام اللي يخلف هذا النظام لأنه يعني هو مش هيقدر هو اللي يزرع نظام بديل أوه. او يصنع نظام بديل فبالتالي ممكن يكون البديل اصعب من النظام اللي موجود حيلي. النظام الموجود رغم كل شيء هو مرن آه بشكل او باخر يعني المؤشر بعد كده ايضا هو مؤشر مهم ان احنا كنا شايفين ان روسيا ثاني اكبر قوة عسكريه في العالم ثاني اكبر مصدر للسلاح في العالم يعني كل حاجه بعد امريكا باستثناء الاقتصاد يعني في حاجات كثيره وتكنولوجي طبعا لان الصين عدت فدي كانت قوه لا يستهان بيها فلما تيجي تشوف يعني جنب اوكرانيا ما فيش مقارنه لما نيجي نشوف حتى مؤشرات نشوف اللي, الأول المؤشرات اللي موجوده تسلع. يمكن في الصفحه الاولى عندنا نشوف يعني بدا انه فيل بيحارب يعني آه ارنب اه يعني اه, آه بالظبط يعني فكانت المؤشرات هنا بتدينا مفيش آه. مقارنه رغم ان المؤشرات ديت هو اه حجم ميزانيه الدفاع ال 154 مليون 154 مليون و11 في اوكرانيا آه. رقم ماشي. يعني اه 10 أضعاف أكثر من 10 أضعاف اه دي آه. دي قبل الحرب مباشرة ده آه. كان تقريبا عدد القوات آه. تقدير جلوبال فاير باور عدد القوات زي ما احنا تقريباً. شايفين آه. آه احنا هنا بنتكلم على القوات العاملة يعني ف الدبابات ست أضعاف تقريبا الدبابات والمنظومات الدفاع آه. والطيارات والهليكوبتر وما إلى ذلك لكن في حياة الأمر هي الأرقام هنا أرقام كمية يعني هي بتعكس آه. الإطار الكامل لكن مش بتعكس أبدا كفاءة. الواقع الفعلي ولا بتعكس الكفاءة. مم. يمكن عند الاثنين يعني برضه آه. علشان اكون محق في هذا الامر. بس برضه يفدم مهما كان الكفاءة ولا مهما كان بس آه 112 هليكوبتر قصادها 1500 هليكوبتر يعني برضه الفروق هائلة آه حتى لو تكنولوجيا ال 112 الاكثر يعني تقدما. يعني. هو بالتاكيد احنا محتاجين ناخد كل المؤشرات جنب بعضها وبعدين بعد الحرب يعني احنا بنتكلم على ده قبل الحرب، طبعا. بعد الحرب كل الخريطة دي اختلفت تماما. فعلا. آه. والاختلاف هنا هو المهم يعني احنا آه. لما نبدا بقى نشوف بعد كده آه. آه شكل الاسلحه بقى عامل ازاي مم. يمكن نبدا نشوف من صفحه رقم اثنين؟ اه هنبدا آه. نشوف بقى آه. يعني ده بدا يحصل من النصف بدايه النصف الثاني في العام يعني احنا آه. بنتكلم كده من يوليو واحنا جايين بدانا نشوف بقى مم. شكل إيه؟ المنظومات بقى الجديده هنبدا نشوف منظومات الدفاع بقى اللي هي صواريخ دفاع آه. اه يعني دي دي منظومة, آه. منظومه دفاعيه فاحنا هنا بنتكلم دي بقى للاوكرانيا ولا للروس دي بدات تدخل اوكرانيا اه إحنا دي غربيه دي. احنا, إحنا بنتكلم على الحاجات الغربيه آه. بدأت تدخل لي اوكرانيا هنبدا آه. نشوف بعد في هنا اجهزه رادار في هنا يعني مضاد طيارات في يعني احنا بنتكلم على آه تكنولوجيا لاول مره تدخل أرض المعارك الأوكرانية الأوكرانية يعني أو. كان فيه منظومة ناس مثلا على سبيل المثال شفنا منظومات تانية موجوده يمكن حتى الاس 300 كمان رغم ان هي روسي لكن كانت موجوده عند دول اوروبيه عديده يعني تقريبا حوالي 13 دوله اوروبيه لكن كانت حدثتها اوكرانيا وروسيا ما كانوش حدثوا المنظومات بشكل كبير اه يعني حتى أو اوكرانيا الاس تحديدا ما كانتش حدثتها بشكل كبير يعني الاس 300 دي اللي راحت روسيا اللي راحت سوريا اللي آه. راحت سوريا وروسيا خدتها آه. ب... وروسيا خدتها بالمناسبه آه. بعد لما بدات تدخل حرب فكرت رجعت واحده من فعلا منها الى يعني آه عادت عادتها عدتها لروسيا تاني آه. مره تانية يعني عشان تؤمن شبه جزيره القرم في مرحله من المراحل اذا في تطور كمي وكيفي فيما يخص نوعيه السلاح اللي زودت بها القوات الاوكرانيه آه ده بالتحديث لو احنا مشينا شويه كمان آه. يعني نبدا نشوف كده آه. برضه عندنا نفس الموضوع برضه ده شكل تاني من م. المنظومات هنبدا نشوف المنظومات المحموله على العربات وما الى ذلك آه. نبدأ الولايات المتحده الامريكيه بتتكلم دلوقتي على منظومه باتريوتن احتمال ايضا كمان تطور آه. لها منظومه الصواريخ اللي بتعترض آه. آه. اللي بتعترض آه. مثلا دي منظومه هوك مثلا آه. برضه دي صاروخ ده آه. ده امريكي نرويجي طور آه. بشكل كبير يعني في اشياء كثيره جدا دخلت في السلاح النرويج النرويج هي بس عامله بس. المنظومه اللي بتامن البيت الابيض يعني دي معروفة اللي هي منظومه نسمة يعني بلد آه. اوروبيه شمال اوروبا حاجه فايكنج خالص صغيره جدا ومع ذلك تصنيع العسكري لا، لا، آه، طبعا لا متقدم مم. جدا يعني آه بعد دب كده بشويه آه. يعني الموضوع مش هو مم. مش بس فكره الاسلحه اللي تم مم. ضخها لهذه المعركه لكن لما هنمشي ايضا بعد كده هنشوف يعني يمكن في عندنا هنا آه صورة آه هتكون مهمة جدا اه ده بقى المدى آه مدى هو, ده هو ده اللي انا عايز آه اتوقف عنده في الحقيقة ده بيدينا بقى تصور لعملية هندسة التسليح اه التسليحة هندسة التسليح هندسة التسليح ان هذه الحرب من ناحية النات ومن ناحية القوى الغربية لا تدار اعتباطا ولا اي اسلحة يتم مم مم آه يعني آه دعم اوكرانيا بيها آه بالعكس م. تماما احنا بنبدا نشوف اوكرانيا دلوقتي بتتحول لقوه عسكريه غربيه. م. ماشي ده بيدينا تصور على انه روسيا بتخسر رهان اساسي م. اللي هو ان هي كانت عايزه تحدد اوكرانيا من الناتو النهارده اوكرانيا بدا يبقى عندها الناتو اه الناتو عمليا حتى م. لو هي مش عضو في هل انتقلت من الدفاع للهجوم يعني الاسلحه طول الوقت كانت المركز عليها تدافع عن نفسها هي يعني بتنتقل من الناتو دلوقتي بيشتغل علينا تهاجم تهاجم اه طبعا تدافع وتهاجم في أو. نفس الوقت يعني يبقى عندها الميزتين لان هي في بدايه الحرب الجيش الاوكراني انا مع يعني متصور ان هو ما كانش جاهز لهذه الحرب أو. بشكل او باخر يعني فكان التسليح بيعتمد هنا مرحية. على المقاومه بجد يا استاذ احمد انا مندهش انه جايز ان الجيش الروسي هو اللي ما كانش جاهز <تصفيق> يعني <applause> برضه ده لانه عمل وقفه تعبويه بدل مره 10 وإعاد وإعادة خطط وإعادة بناء وتغيير قادة في كل ده على دا مستوى سنة في حرب يعني ما هو بالنسبة لروسيا اه طبعا احنا عندنا معطيات كتيرة جدا بتقول ان روسيا لا كان في تعثر كان في اخفاقات كبيرة مش المفروض ان تقع فيها أه دولة يعني روسيا كل اللي احنا نعرفه عنها هو السلاح وهو أه الحروب وهو يعني المفروض ان هي مدرسة يعني صحيح فلما تقع في اخطاء بهذا الشكل دي مساله يعني يمكن حتى لما لو بدأت الحرب في حرب جوار مش في حرب حتى بعيده يعني لما وكا. بدأت الحرب بدأت لا رجعوا لنا بتاع ايوه المدد آه فاللي انا عايز اقوله هنا هي كمان آه بالفعل يعني وفقا لهندسه التسليح هي بتتحول لقوعه عسكريه غربيه نبدأ يعني نشوف الفشل في ان هي تحيد اوكرانيا عن حضرتك بتتكلم على صواريخ آه. على مدى 40 35 و40 كيلو ثم بقى على مدى 100 كيلو، سواء على مدى 150 كيلو، سواء على مدى 160 يعني كيلو يعني هنوصل لتغطية كاملة للمنطقة اللي هي لما نيجي بقى في الخريطة اللي بعد اللي, اللي بعد دي الصورة دي, دي تحديدا دي يعني آه ايوه أوه. دي أحدث خريطة لغاية إمبارح تقريبا أوه. عملها مع دراسة الحرب وبيحدث الخرايط كل يوم تقريبا الأحمر دي روسيا الأحمر دي هي روسيا المناطق اللي موجودة فيها واللي مش مسيطر حتى عليها بشكل كامل يعني أوه. لسه بتواجه فيها صعوبات زي ما احنا شايفين كنا متصورين مثلا انه يوم 24 ممكن تكون روسيا اعلنت مثلا السيطره على بخمد ده بخمد ده ولا رغم ذلك يعني ما تمش الاعلان عن كده وبالعكس كل بقى في يوم أزم. الصبح افتح المشروع بيقول لك على اعتاب يا عم آه. هو على اعتاب لا <تصفيق> هو <تصفيق> هو, دي. هو في حصار لكن في مشكله آه. طبعا واضح ما بين آه قوات فاجنر وما بين آه. الجيش الروسي في الموضوع ده بيطرح علامة استفهام كبيرة في الحقيقة حاجة بتقول إن قوات فاجنر اللي هي الشركة التابعة تقريبا لروسيا وإدارة الروسية أوه. بينها وبين الجيش الروسي نفسه التناقضات اه ازاي مع المفروض في اداره مركزيه واحده في هدف واحد الاداره المركزيه الواحده ما كانتش قبل كده بتدير الامر بهذا الشكل بمعنى ايه يعني فاجنر قبل ما تشارك في هذا الحرب غير قبل كده مم. يعني فاجنر لما شاركت هنا خدت مساحه بتشتغل فيها الوحده انما مم. لما شفناها مثلا في سوريا كانت بتقوم بهذا ومعاونة وعملات سريعه آه وكده لوجستيه آه. كده جنب القوات آه. اللي موجوده في مالي في ليبيا آه. في دول افريقيه عديده مم. كانت بتقوم بهذا الدور انما هنا هي واخده مساحه مساحه جيش نظامي مساحه جيش نظامي آه. ويبدو انه في طموح انه هي تتحول مش بس كمقاول عسكري لا هي بدات تدينا يعني مظهر جديد من مظاهر الحروب م. اللي احنا يعني لم نعتد عليها من قبل ان ازاي يعني تيجي آه شركه مقاولات عسكريه تلعب دور الجيوش او الدور البديل للجيوش لانه في الحقيقه في حصلت يعني حتى بعد ما آه روسيا تراجعت عن مساحه تقريبا حوالي 3000 كيلو في من فتره وقالت انها تعمل عمليه تعبئه علشان خاطر تبدا تعمل تمدد فرجعت تاني من محوط كييف ومن الشمال حتى من على الحدود مع بيلاروسيا مم. ومن الضفه الغربيه لنهر دنيبرو الناحيه الثانيه من خرسون ومن زبروجة لقيناها رجعت تاني خلف او في منطقه شرق النهر مع وصولا الى حدود خاركيف، انسحبت من كل ده فقلنا لا خلاص هتخلص الموضوع في اقليم الدومباس وفي الجزء ده من خرسون ومن زبروجة لا لقينا انه تم استهداف جسر كاريتش في شبه جزيره القرم الاستهداف زاد مع دخول بقى المنظومات اللي احنا كنا بنتكلم عنها استهداف القوى الاوكرانيه استهداف اوكرانيا اه ليه لانه الجسر الاهم في القرم اه طبعا م. بالنسبه لهم يعني يعني كنت بتقول انه توزيع القوات على الجبهه الواسعه دي الروسيه لما روسيا لمت كل قواتها وقالت هبعد عن كل ده وسحبت اعطت وتبدأ تركز وتبدأ في المنطقه قلت تعجب نتيجه بقى ثاني بسرعه ان هي هتجيب آه. نتيجه سريعه لكن اللي حصل ان هي ايضا آه. لسه متعثره في آه هذا الموضوع آه في البدايه زي ما قلنا بالنسبه لاوكرانيا هي كانت واخده آه شكل المقاومه كان معاها اسلحه مم. افراد منظومات متقدمه لكن هي كان كل هدفها ان هي تعمل يعني تلحق بروسيا اكبر كم ممكن من الخسائر مم. مش ان هي تقدر تصد البلدوزر آه. اللي جاي لا هي ازاي تقدر توجعه لكن هي هم كانوا متاكدين في البدايه ان هم مش جاهزين لده الاسلحه اللي عندهم كانت اسلحه شرقيه يعني عايز اقول انه اللي كان بيشتغل فيها كان من حدود من 12 ل 15% يمكن مش اكتر من كده اعداد الدبابات بغيره بي. لكن لما بدانا ندخل في التسليح الغرب بدات المعركه هنا تاخد شكل تاني وحاليا دلوقتي انا اعتقد انه المهم ان احنا نقوله انه بدات شكل جيش جديد مم. بالنسبه لاوكرانيا او قيد التشكل يعني بريطانيا على سبيل المثال مم. بتدرب حاليا دلوقتي قوه, قوة قوامها 20 الف دي هتبقى قوه نخبه او طليعه جديده مم. على النظم بقى الغربيه والاسلحه الغربيه زي ما كنا لما جم يتكلموا على موضوع الدبابات التشالنجر 2 والليوبارد وغيرها مم. قالوا دي هتاخد وقت ودي كذا فهم بالفعل حاليا بيتم بي تدريبهم مش بس على هذه المعدات ولكن ايضا على مم. آه معدات اخرى دراسة الالماني دي والانجليزي بقى وال... آه ده كله ده التدريب آه الناتو بيدرب آه مجموعه وايضا آه في آه مجموعات اخرى بيتم تدريبها لكن اهمها مجموعه بتدربها الولايات المتحده الامريكيه للقياده المشتركه مم. يعني ازاي بقى الاسلحه دي كلها تشتغل مع بعض فهنا انا بشوف ان في هنا تخطيط سليم مم. او يعني من وجهه نظري او من الناحيه الفنيه ان في هنا تخطيط في هندسه واستراتيجيه يعني متوسطه اللي شايفه هنا شايف دي انها حق الغرب. نتائج هنا بالنسبه للغرب آه. في الناحيه الثانيه روسيا انا شايف ان كل المؤشرات تديني ان في تخبط م. في المرحله الحاليه من ناحيه التخطيط ومن ناحيه القياده ومن م. ناحيه الاداء القتالي م. بشكل او باخر وبتتعامل على انه هي في مرحله استنزاف وكيف تدير الاستنزاف بشكل او باخر م. لكن اذا كانت هي متعسرة بهذا الشكل اذا كان الناتو بيحقق اهداف ايضا لان هو قوى جدار شرق اوروبا بشكل كبير جدا يعني عامل حائط صد ودخل بشكل كبير يعني بالنسبه لبولندا بولندا دلوقتي اصبحت راس حربة مهمة مم. وفي الفترة اللي جاية هتتحول بالفعل ان هي تكون يعني مركز قوة بالنسبة مم. لحلف الناتو بالنسبة حتى للولايات المتحدة الامريكية اللي هيكون عندها يعني أكثر من 100 قاعدة عسكرية موجودة في بولندا الأبديت 100 بيحسن. قاعدة عسكرية؟ أكثر 110 تقريبا 110 قاعدة عسكرية بولندا؟ أه قاعدة ونقطة عسكرية في آه. بولندا. بتاعت الفراتشو؟ اه الدنيا الزمن بره. لا اختلف مم. يعني. اختل. <applause> وهيكون و... أيضا وعندنا التحولات اللي حصلت باتجاه بقى الشمال في دول البلطيق أيضا. يعني بقى في دلوقتي 8 تشكيلات عسكرية كبيرة تبع الحلف الناتو موجودة م. الشكل اللي حصل الابديت أو تطوير أو إعادة الانتشار اللي حصل بالنسبة لأسطول السادس الأمريكي من ناحية. وليه الناتو من ناحيه اخرى وحتى ليه الدول الاوروبيه اللي هي بدات تستيقظ م. على آه يعني هزه عاده تسليحها بقى زي زي المانيا زي حتى المانيا اليابان بتفكر المانيا لا اليابان م. هتسبق الكل يعني تمام اه انا اعتقد اليابان يمكن تسبق المانيا اكتر كمان يعني. انا لها حلقه لوحدها اليابان دي آه اليابان فيها تفاصيل خليني اسال اخيرا ما على التلويح بالنووي طول الوقت يعني يحصل في لحظه الازمه والحافه يقوم طلع تصريح بالنووي خصوصا من الجانب الروسي متوقعاتك انه هل يمكن بالفعل ان يصاب احدهما او كليهما بجنون النووي هو الجنون موجود في كل اللحظات والا ما كانتش الحرب نفسها اندلعت يعني ما هي لحظه بس ده جنون محتمل جنون يعني صغير ده آه الجنون الكبير <applause> الجنون الكبير يعني في اكثر من تصور يعني في ناس بتتصور انه الحروب الكبرى بتحسن بهذا الشكل لكن انا لا اميل لانه يعني ده وارد لان دي مغامره كبيره صحيح انه هي بتستخدم كده تكتيكيا لانه مساله التلويح يعني لإن هي تكون يعني رفع درجة التهديد إلى حد ما، آه. ده اللي عند روسيا، ده اللي موجود في المخزن بشكل جيد، يعني عندها أسلحة كتير موجودة في المخزن الحقيقة، لكن هي مسألة التشغيل والكفاءة وإلى آخره اللي آه. تحدثنا عنها في البداية. فبالتالي أنا أعتقد إنه أه في مشكلة نيو ستارت لا هي مشكلة كبيرة طبعًا إن إحنا بنتكلم على آخر حائط صد في ضبط التسلح النووي. آه. ومع ذلك ومع آه. ذلك أنا شايف إن الأطراف مستفيدة منه آه. يعني روسيا استفادت لما جت عملت ابيض كبير جدا بالنسبه للثالوث النووي بتاعها والترسانه النوويه البريه والبحريه والجويه وايضا الولايات المتحده الامريكيه اكتشفت كده فتره انه لا احنا يعني اهملنا هذا الجانب والمفروض ان وكسوط. احنا نعيد تقويته مره م. اخرى وبدانا نسمع بقى كلام حوالين الاسلحه النوويه العالم الاخير السؤال بقى هنا أه أه انه آه النقطه المهمه يعني عفوا هي الصين يعني مم هو القلق من الصين فربما المتحدة بتاخد مرونه شويه مم في مساله التعليق حتى لو كانت هي ضدها مم لكن هي عينها أكثر على الصين اللي هي هتبدا ايضا او اللي دخلت في سباق التسلح النووي مش على التسلح كنا على استخدامه ما هو يعني التلويح باستخدامه ممكن ما حدش يلحق يطور حد يعني ما هو يعني الاستخدام احنا شفنا صوره الاستخدام طبعا آه في الحرب العالميه لكن هي كمان فكره الانتشار هي بتبقى اكثر قلقا لانه احنا كان عندنا مثلا الاتفاقيه زي ديت او الاتفاقيات السابقه ليها يعني دي خلصت عدد رؤوس الاصحاح النووي من اكثر من سبعين الف راس نووي مم. الى النهارده مم. اللي موجود عندنا من مم. 11 و 12 الف راس نووي فده معدل مهم جدا آه. يعني والاتحاد السوفيتي يعني كان في نوع من الحكمه رغم كل حاجه بس هو علق اخيرا وعلق الاتفاق المشرق لا انا بتكلم على الاتحاد السوفيتي مش آه بتكلم آه على روسيا آه يعني الاتحاد السوفيتي كان عنده حكمه مم ان هو ازاي يقدر يعني يوقع هذه الاتفاقيه وان هي مم يعني فعلا يتم تخفيض عدد في عز, روس الحرب, الحرب, في عز النو... الحرب البرد البارد الحرب البارده وما الى ذلك يعني هل هذه الحرب ستطول اوكرانيا روسيا؟ آه اعتقد ان هي لسه فيها يعني يعني شفنا فيتنام تسع سنين وشفنا تقريبا برضه نفس الرقم في افغانستان وروسيا يعني يعني المؤشرات الموجوده بتاعت بقى ضخ التسليح بتاعت شفنا حرب يعني ال 30 حرب ال 100 عام يعني ادي يعني في <applause> دي هتبقى حرب كم عام دي هي هي بالتاكيد يعني لسه مفتوح لسه مفتوحه لكن مم. ايه اللي يقدر يقول لنا ان هي هتحسم بشكل او باخر مم. انا اعتقد انه يعني يمكن بوتين بقى عنده نوايا للتراجع الى حد ما يعني ممكن يكون بيبحث عن مخرج يكون ملائم اعتقد ايضا انه الولايات المتحده الامريكيه الآ ممكن تكون بتمرر رسائل ايضا مش معلنه لكن بتحاول تضغط عليها ولا عرفوا بس يقتسموا الهزيمه سويا يبقى شيء عظيم أوه لانه أوه كل واحد كل طرف يبدو النصر بالنسبه له بعيد لكن تبدو الهزيمه كانها مستحيله لا مفيش نصر يعني آه. مفيش نصر ولا في مكاسب يعني آه. الحرب لا طبعا قسمه الغرماء يعني. ونخلص اه اشكرك يعني <applause> جدا استاذ علي اشكرك للغايه شكرا شكرا اشكركم نصر. والى فصل <applause> اذا اسال ابراهيم تفضلي فن بنوجه لحضرتك رساله ليه حضرتك ما تعملش بحث مستفيض عن تنفيذ الاحكام ومشاكل تنفيذ الاحكام او ممكن حضرتك تكتبها في 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 قصه وتتعرض مثلا في التلفزيون او في او او حضرتك في البرامج بحيث ان 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 احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا علشان صاحب الحق عبال ما بياخد الحكم بيقعد لفترة طويلة وعلشان ينفذ الحكم ده بيقعد لفترة لفترة أطول دي قضية في منتهى الأهمية بالفعل وظاهرة اجتماعية كبيرة جدا فكرة تحصل على حكم بصعوبة بصعوبة الوقت والأحداث والتطورات تحصل في حياتك على ما تاخد الحكم ثم على ما تنفذه وهو يستحق حوارا مطولا وكثيفا في التلفزيون ويستحق عملا دراميه واعتقد انه لابد ان نعد الاستاذ صدقي نوار بانه يبقى ده جزء من اهتمامنا واولوياتنا واتمنى ان الدوله المصريه حين تسمع يعني صوت احد مواطنيها وهو بي بي بيتكلم ويركز الضوء ويكثف الاهتمام على هذا العنوان الكبير تنفيذ الاحكام يبقى عندنا ايضا هذا الاهتمام الكبير بتلك الظاهره الموجعه تعالوا نروح للسؤال التاني هل تتوقع حضرتك ان تتحول الحكومه لسياسه الحوافز والضمانات بالنسبه للمستثمر الاجنبي عشان تقدر تجذبه وتجيبه يحط فلوسه هنا في مصر ويستثمرها زي ما بنعمل كده بالظبط مع يعني القروض اللي احنا بنقدم عليها وبناخدها من من جهات خارجيه بنديهم طبعا ضمانات وبنديهم فايده على القروض دي هل نقدر نعامل المستثمر بنفس المفهوم هل نقدر نديله الضمانات الكافية ان فلوسه مضمونة هل نقدر نديله الفايدة اللي احنا بندفعها للدين نديها له في صورة حوافز هل نقدر المصريين العاملين في الخارج التحويلة بتاعتهم نرد لهم يعني على اجمالي التحويلات اللي هم بيحولوها دي حوافز نعتبرها برضو الفايده اللي احنا بندفعها للدين فنرجعها لهم في صوره حوافز هل نقدر نعمل ده مع السائح برضو اللي بيجيب لنا 10 مليار دولار في السنه هل نقدر حوافز المبلغ ده نقدر نرجعها لقطاع السياحه هل نقدر نتعامل مع الفلاح المصري بنفس المفهوم اللي متعامل فيه مع البلاد اللي احنا بنستورد منها مثلا القمح هذه أسئلة جديرة بأنها تبقى حاضرة في أول مؤتمر صحفي للسيد رئيس الوزراء لأنه هذه أسئلة هي مفاتيح حل كل مشكلتنا وهذه الأسئلة هي الجديرة بالإجابة من قبل مسؤولينا وإذا كنا إذا كان بيسألني أستاذ جمال رأيي أنا يعني فأنا أقدر لكن هل نقرر ده السؤال لانه من حيث القدره طبعا اي مجتمع قادر على انه يضع العنوان عنده كبير التحفيز اقدم ايه للناس ودي ايه للناس عشان من اول فلاحيني مواطنية اللي في الخارج السياح المستثمرين المحلي والخارجي ده يبقى رقم واحد هو بالنسبة لي مبدأي فكري عنواني هدفي اديهم ايه انما حقيقه الامر فكر البيروقراطي الروتيني في الحكومه المصريه اخد منهم ايه ده بقى عايز تحول كبير قوي انه بدل ما افكر اخد منهم ايه افكر هدلهم ايه ده محتاج تحول كبير يعني وجواري يغير يعني سوفتوير وير بتاع الجهاز الحكومي والاداره المصري والسياسه الحكوميه برمتها لكن يبقى اسئله الاستاذ جمال نصار الجديره بالفعل ان توضع على مائده رئيس الوزراء قبل اي اسئله اخرى اشكركم التقي بكم غدا باذن الله حديث القاهره